بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي طلاب الفرقة الأولى بقسم هندسة الاتصالات، محاضرة النهاردة اليوم هتكون لها طابع مختلف، مش علشان محتواها ولكن علشان طوقتها. النهاردة هو أول يوم من أيام شهر رمضان، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى عطاءاته أدوم. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. محاضرة النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنتكلم فيها عن البي جي تي سمول سيجنال أناليسز، بس المرة دي هنتكلم فيها عن الكاسكيدد سيستم. طبعا الكاسكيدد سيستم هيندرج تحتها الكاسكود كونفيجريشن، وهيندرج تحتها الدارلينجتون كونفيجريشن. اللاعب الرئيسي في الكاسكيد سيستم هيكون الكاباستور، او ما يعرف به الكابلينج كاباستور. ليه؟ لان الكابلينج كاباستور هيكون هو الايزوليتور او العازل اللي ما بين المرحلتين، المرحلة الاولى والمرحلة الثانية. بس عازل امتى؟ عازل من وجهة نظر الدي سي اناليسيس، ولكن هيكون شورت اما يكون خاص بالاي سي ريسبونس. فعشان كده هيكون الكاباستورز او الكابلينج كاباستور هو المحرك الرئيسي في عملية الاناليسيس بتاعتنا، سواء كان في الكاسكيد او الكاسكود كونفيجريشن. طبعا هنا هنلاحظ ان الانبوت امبيدنس للمرحلة الثانية هي اللود اللي هيكون خاص بالمرحلة الأولى. تمام. فعشان كده هنبدأ مباشرة في التعرف على كيفية تحليل دوائر البي جي تي في حالة الكاسكيد سيستم من خلال مثال تطبيقي. هنا زي ما احنا معتادين كان قبلنا دايرة مكونة من مرحلتين. المرحلة الأولى هي الترانزستور ده بالتوصيلية بتاعته اللي هي فولتج ديفايدر بايزنج، والمرحلة الثانية هي مرحلة تتطابق في كل متغيراتها مع المرحلة الأولى. يعني هتلاحظ ان المقاومات كلتها لها نفس الأرقام، كذا الحال البيتا هنا للترانزستور الأول هو نفس البيتا للترانزستور الثاني، وده بيسر لنا إجراءاتنا في حالة الدي سي أناليسيس، بحيث ان احنا هنبدأ نعمل تحليلنا في الدي سي اناليسيس على مرحلة واحدة، والمرحلة التانية هي لها نفس المتغيرات اللي هي خاصة بتحليلنا اللي احنا حللناه للدائرة الاولانية. نرجع المثال بتاعنا نشوف هو عايز مننا ايه. بيقول لي هنا calculate the no load voltage gain. النو لود فولتج جين يعني اللي هو الاي في توتال، او اللي بيسموه الفولتج جين الاجمالي للدائرتين مع بعض في حالة تجاهل وجود لود. طبعا اللود المفروض ان هو هيتصل بالمرحلة بالكوليكتورز الخاص بالمرحلة الثانية. تمام. Calculate the no load voltage gain and output voltage. طبعا هو كمان بعد ما نحسب الفولتج جين عايز الاوتبوت فولتج. طبعا الاوتبوت فولتج هيساوي كام؟ هيساوي الفولتج جين في الانبوت فولتج اللي هو داخل على المرحله الاولى. تمام. بيقول لي كمان احسب الانبوت امبيدنس. كالكوليت ذا انبوت امبيدنس اوف ذا فيرست ستيج اند ذا اوتبوت امبيدنس اوف ذا سكند ستيج. دي اللي هو المطلوب الاول في المثال اللي هو بنستعرضه مع بعض دلوقتي. في المطلوب الثاني بيقول calculate the overall gain and output voltage، نفس المطلوب اللي كان في الاختيار الاول، لكن المره دي مع وجود لود. اللود ده قيمته 4.7 كيلو اوم، هيبقى متصل طبعا مع ما بين الطرف الكوليكتور والجراوند بتاعي الخاص بالداير. طبعا زمان اتفقت معاك قبل كده، قبل ما افكر في الحلول واستدعي القوانين لازم اعرف الكونفيجريشن بتاعتي اللي متصل بها الترانزستور ايه. هل هي كومن اميتر كونفيجريشن؟ هل هي كومن كوليكتور كونفيجريشن؟ هل هي كومن بيس كونفيجريشن؟ ضروري، لان المعادلات اللي احنا هنستخدمها تختلف باختلاف نوع الكونفيجريشن.
طبعا هنا هنلاحظ مع بعض ان الانبوت بتاعي الاي سي سيجنالز داخله على ايه؟ ايه الطرف اللي داخل عليه؟ برافو سامعكم دلوقتي بتقولوا البيز. طب كويس، طيب الاوت بتاعي منين؟ شايفين؟ متاخد من على الكوليكتور. طبعا الكلام ده هنا وهنا، يبقى اذا يكون الترانزستور بتاعي ايه؟ طالما الانبوت على البيز والاوتبوت من على الكوليكتور، يبقى اذا الترانزستور بتاعي كومون اميتر كونفيجريشن. بعدها سال نفسه سؤال، هل الاميتر متصل فيكسد بايز، يعني متصل طرف الاميتر مباشره بالجراوند، ولا هل هو سيلف بايز، يعني ما بين طرف الاميتر والجراوند في مقاومه؟ طيب لو كان في مقاومه، هل هي باي باس كاباستور، يعني على طرفيها وجود مكثف يخلي تاثيرها يظهر في الدي سي وينعدم في الاي سي، ولا هي ان باي باس كاباستور؟ هنا طبعا واضح جدا ان هو كومن اميتر باي باس كاباستور، طبعا سيلف بايز باي باس ايه كاباستور، لان دي هيبقى لها قوانين والتانيه هيبقى لها قوانين اخرى. بعد ما حددنا نوع الكونفيجريشن تعالى نبدا بالاناليسيس. اول حاجه في الاناليسيس، انا طبعا زي ما انت عارف ان انا علشان اشتغل في الاي سي لازم اكون عارف قيمه تيار الاميتر، سواء للترانزستور الاول او للترانزستور الثاني. فعشان كده لازم ابدا بالدي سي اناليسيس، ان انا اجيب اول كرنت اند اول نود فولتج. طبعا هنا التوصيليه اللي عندي فولتج ديفايدر، طبعا احنا اتعودنا على المسائل دي في اكتر من سيشنز قبل كده، وعرفنا ان احنا بنجيب بنطبق نظريه سيفنين في معرفه قيمه جهد البيز. يعني احنا لو قطعنا في المنطقه اللي انا بشاور عليها دلوقتي بالبوينتر دي قطع، وبصينا للدايره بتاعتنا من وجهه النظر دي، اما نبص كده ايه اللي هنشوفه؟ هنشوف مقاومتين وضعيتهم ايه؟ توازي. يبقى الار 7 بتاعهم كام؟ اللي هي هتبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. طيب الجهد اللي يبقى هنا بقى على الطرف ده بيساوي كام؟ هيساوي جهد المقاومه الثانيه على مجموع المقاومتين في قيمه جهد المصدر. يبقى هنا هنلاقي ان الفي بي، طبعا هنا الفي بي اقصد بيه الفولتج الخاص بالبيز للترانزستور الاولاني اللي هي الكيو 1، هيساوي ار 2 اللي هي 4.7 على مجموع المقاومتين اللي هي ار 1 اللي هي 4.7 ار 1 اللي هي 15 كيلو اوم، زائد ار 2 اللي هي 4.7 كيلو اوم في قيمه جهد المصدر بتاعي اللي هو 20، اللي هو القيم اللي قدامنا دي. طبعا اما اجري العمليه الحسابيه دي هنلاقي ان قيمه الجهد على طرف البيز 4.8 فولت. تمام تمام. طيب انا عايز اجيب ايه كمان؟ عايز اجيب الجهد اللي على الميتر. ليه؟ لان لو جبت الفي اي، لو قسمت الفي اي على قيمه الار اي من قانون اوم هيساوي الاي اي، يبقى اذا انا محتاج اجيب الفي اي. طب الفي اي دي هيجي ازاي؟ فاكرين العلاقه اللي احنا كنا بنقولها قبل كده؟ كنا بنقول ان الفي بي اي اللي هي الجهد اللي انا عارف ان هو بسبعة من عشرة، اللي هو الجهد الخاص بالجنكشنز اللي ما بين البيز والاميتر، البيز اميتر جنكشن، اللي احنا كنا بنقول دوما ان هي في حاله الاكتف مود بتكون فورورد بايز، اللي هي احنا عارفينها كلنا ان هي بتساوي كام؟ 7/10. كان بتساوي كام؟ كان بتساوي الجهد على طرف البيز ناقص الجهد على طرف الاميتر. يبقى الفي بي اي بيساوي الفي بيز ناقص الفي اي. طيب انا عايز مين؟ انا عايز الفي اي. يبقى انا لو وديت الفي اي في الطرف الثاني وجبت الفي بي الفي بي اي مكانها هيبقى بيساوي كام؟ يبقى الفي اي هيساوي الفي بيز ناقص الفي بي اي. يبقى اذا لو انا عوضت في القاعده دي، انا لسه دلوقتي جايب الجهد اللي هو على البيز كان بكام؟ ب 4.8 فولت، وانا عارف ان الجهد على طرفي الجنكشنز بتاعت البيز اميتر جنكشن بكام؟ ب 7/10 فولت لانها فورورد بايزنج. يبقى اذا القيمه الجهد اللي على الاميتر كام؟ 4.1 اللي هو حاصل طرح 7/10 من 4.8 فولت. يبقى اذا الفي اي بيساوي 4.1. طبعا هنا انا يلزمني ان انا اجيب كمان النود فولتج بتاعت الكوليكتور، بس انا مش هقدر اجيب النود فولتج الكوليكتور الا لما اعرف تيار البيز بكام او تيار الاميتر بكام، لان من خلالهم هقدر اجيب الاي سي بكام اللي هيساعدني في ايجاد الفي سي. فانا عندي دلوقتي معلومتين جميل جدا، عندي الفي اي قلنا ان هو بيساوي 4.1، وعندي مقاومه الار اي اللي هي بتساوي 1 كيلو اوم.
يبقى إذن هنا لو أنا قسمت الـ VE اللي هو الجهد على طرفي الريزيستنس بتاعتي اللي هي 1 كيلو أوم، طبعا لأن هنا الجهد ده بصفر لاتصاله مباشرة بالجراوند، والجهد هنا بـ VE، يبقى إذن الجهد اللي على المقاومة دي كلها بكام؟ بـ VE، VE ناقص صفر بـ VE، يبقى VE على RE هيساوي الـ IE، تمام؟ ده قانون أوم. طب الـ VE بكام إحنا جبناها؟ بـ 4.1. طيب الـ RE بكام؟ من الرسمة بتاعنا بـ 1 كيلو أوم. يبقى إذن التيار عندي هيكون بيساوي كام؟ 4.1 ملي أمبير. طيب أنا دلوقتي طالما جبت الـ IE وده هو أهم عنصر عندي في الحسابات بتاعتي، لأن من خلالها هجيب الـ RE small، تمام؟ تمام. لكن أنا علشان أستكمل الـ DC analysis بإيجاد كل الـ currents وكل الـ node voltage، يبقى أنا محتاج أجيب الـ IC من دلالتها للـ IE. طبعا احنا عارفين ان الاي سي بيساوي الفا اي اي، الفا اي اي، وانا عارف ان الالفا بيساوي بيتا على بيتا زائد واحد. طبعا هنا هو مديني البيتا ب 200، وانا جبت من المعادلات بتاعتي والمعالجه الرياضيه بتاعتي جبت قيمه الاي اي. يبقى اذا لو ضربت 200 اللي هي قيمه البيتا في 4.1 اللي هي قيمه الاميتر كارنت على 200 زائد واحد، الناتج بتاعها هيكون 4.79 ملي امبير. هنا المحتوى او الوحده ملي امبير، تمام. يبقى انا جبت الاي سي وانا من قبلها جبت الاي اي. طبعا لو انت محتاج الاي بيز هتطرح الاي اي من الاي سي هيديك تيار البيز. طيب انا عايز اجيب النوت فولتج اللي هي الفي سي. الفي سي هتساوي كام؟ الفي سي طبعا هنا احنا الدايره دي هتبقى معزوله عن الدايره دي، لان الكابلنج كاباستور في الدي سي اناليسيس هيبقى اوبن، تمام. الدي سي الفي سي بالنسبه لها هيساوي الفي سي سي اللي هي 20 ناقص قيمه الجهد اللي على المقاومه دي اللي هو بيساوي كام؟ حاصل طرب التيار اللي مر في المقاومه اللي هو الاي سي الكولكتور كارنت في قيمه الار سي اللي هي 2.2. يبقى اذا هنا الفي سي هيساوي الفي سي سي اللي هي ب 20 فولت ناقص الاي سي اللي احنا جبناه ب 4.79 مضروبه في قيمه الار سي اللي هو بيساوي 2.2. اجمالي القيمه بتاعتي هيساوي 11 فولت. كده يبقى انا انتهيت تماما من الدي سي اناليسز للمرحله الاولى، ونفس القيم ونفس المتغيرات للمرحله الثانيه في الدي سي اناليسز تتطابق تماما مع التحليل الرياضي اللي انا عملته حالا. تمام؟ تمام. طيب ايه الهدف من الدي سي اناليسز؟ الهدف من الدي سي اناليسيس زي ما قلت لك ان انا اجيب الاي اي اللي هو من خلاله هجيب الار اي سمول اللي هي الانترنال دايناميك ريزيستنس الخاصه بالتشانل اللي ما بين البيز والاميتر، اللي هو القانون بتاعها بيساوي كام؟ بيساوي 26 ملي فولت على الاي اي. اهو 26 ملي فولت على الاي اي، حيث ان الاي اي اللي هو الاميتر كارنت اللي انا جبته من الاناليسيس بتاعتي بكام؟ ب 4.1 ملي امبير. يبقى اما اقسم 26 ملي فولت على 4.1 ملي امبير، طبعا هنا بالملي وهنا بالملي يبقى مفيش تعديل للوحدات، يبقى 26 على 4.1 هيساوي 6.34 اوم. ابدا بعد كده احول الرسمه اللي قدامي دي الى الاي سي ايكوفالنت سيركتس بتاعت. طبعا هنا احنا قلنا ان المكثف بتاعنا وهو في وضعيه الدي سي اناليسيس بيبقى اوبن، لان هنا الاكس سي الاكس سي بيساوي 1 على 2 باي اف سي، ونظرا ان الفريكوانسي قيمه كبيره جدا جدا بالميجا اوم، يبقى اذا المقاومه بتاعه المكثف هتبقى فيري فيري سمول، هيبقى شورت سيركت، تمام. طيب في الاي سي بقى اناليسيس هتبقى شورت سيركت. طب في الدي سي اناليسيس الفريكوانسي هيبقى زيرو، 1 على 0 بايه؟ بما لا نهايه. يبقى في الدي سي اناليسيس بيبقى اوبن. طيب احنا دلوقتي هنعمل اي سي اناليس. يبقى اول حاجه هنا المكثفات الكابلنج كاباسترز اللي قدامنا دي كلها هتبقى شورت. طبعا هنا الباي باس كاباستور هنا وهنا هيبقوا شورت. ايه اللي هيعمله اما يبقى ايه هيبقى شورت؟ هيبقى اذا المقاومه دي احد اطراف متصل بشورت سيركت اهي، تمام. يبقى تاثيرها بيتلاغى ولا تاثيرها بيبقى موجود في الاي سي اناليسز؟
ايوه برافو عليك، سامعكم كلكم بتقولوا ان الار اي هتبقى شورتد في الاي سي اناليسيس، يعني هتتلاشى تاثيرها وهتختفي تماما من الايكوفالنت سيركت. يبقى هنا الار اي للكيو 1 والار اي للكيو 2 هيبقوا يستبدلوا بشورت سيركت، بشورت سيركت تمام، عشان المكثفين اللي هي الباي باس كاباستور دومت هيبقى شورت. طيب الكابلنج كاباستور اللي قدامنا دي هتبقى ايه هي كمان؟ هتبقى شورت. معنى كده ان انا هوصل الاي سي فولتج على البيز. طيب هنا وهنا الاول بتاعي يبقى من على الكوريكتور. طيب وهنا ايه بقى اللي هيحصل؟ هنا انا ربطت الدايره الاولانيه بالدايره الثانيه لان هنا هيبقى المكثف ده شورت. طيب بالنسبه لوضعيه الدي سي بايزنج او الدي سي باتري بتاعتي، الدي سي سبلاي، الدي سي سبلاي هستبدله بزيرو فولت سبلاي او بمعنى ادق بنقطه جراوند. يبقى اذا لو بصينا للدايره بتاعتنا هنلاقي ان النقطه دي هتبقى جراوند، تمام جراوند. يبقى اذا المقاومه دي اللي هي 15 كيلو اوم دي احد اطرافها متصل بايه؟ متصله بنقطه الجراوند، لان انا هستبدل الدي سي سبلاي بجراوند بوينت، يبقى احد اطرافها متصله بالجراوند والطرف الثاني متصله بمين؟ متصله بالبيز الخاصه بالترانزستور الاولاني. عشان كده المقاومة الأولانية ادي البيز الخاص بالترانزستور الأولاني. طبعا هنا في الترانزستور ده أنا هستعمل الـ RE موديل، تمام؟ الـ RE موديل أهو للبيز على أساس إن الإميتر كومون، تمام؟ طبعا هنا الجنكشن أو الإنترنال ريزيستنس اللي هي بتوصل الجنكشن ما بين البيز والإميتر، في حالة لو أنا اعتبرت إن البيز هو الإنبوت بتاعي هيبقى بيساوي بيتا RE. لو كان الاميتر بتاعه هو الانبوت كارنت هيبقى اي ار اي بس. طبعا هنا انا هعتمد ان البيز هو الانبوت بتاعي الانبوت كارنت، يبقى اذا الجنكشنز بتاعي او الانترنال ريزيستنس الخاصه بالجنكشن بتاعي اللي هو ما بين نقطه البيز ونقطه الاميتر هتساوي البيتا ار اي، تمام تمام. يبقى اذا هنا المقاومه ار 1، نرجع بقى للمقاومه ار 1، قلنا احد اطرافها يبقى متصله بالبيز، ادي البيز اهو تيرمينال اهو، احد اطرافها متصله بالبيز، الطرف الثاني للمقاومه متصله بنقطه الجراوند اللي هي دي كانت الفي سي سي اللي انا بتكلم عنها، اللي انا هستبدل الدي سي سبلاي بتاعي بنقطه جراوند. يبقى اذا ادي المقاومه ار 1. طب الار 2، الار 2 كمثالاتها للار 1 احد اطرافها متصله برضو بالبيز والطرف الثاني متصله بالايه؟ بالجراوند. يبقى ادي الار 2 احد اطرافها متصله بالبيز والطرف الثاني متصل بنقطه الجراوند، تمام تمام. اللي هي اديت هنسميها ار داش، اللي احنا كنا بنسميها الار 7. الار داش دي بتساوي الار 7، ودوم طبعا واضح جدا اللي هم مقاومتين على الايه؟ على التوازي، تمام. يبقى القيمه الاجماليه لهم بيساوي كام؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، اللي هيبقى حاصل ضربهم اللي هي 4.7 في 15 على 4.7 زائد 15، الكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ الكلام ده هيطلع بيساوي 3.58 من 100 كيلو اوم. عظيم جدا. طيب هنا يبقى احنا خلصنا المقاومتين اللي على التوازي دومن. طيب هبدا اخش على الترانزستور اللي هو الكيو 1، قلنا هنستبدل الترانزستور بايه؟ قلنا هنستبدل الترانزستور بالار اي موديل. الار اي موديل اللي هو زي ما انت شرحناه قدامك اهو، ادي طرف البيز الخاص بالكيو 1 وادي طرف الكوليكتور الخاص بالكيو 1 الترانزستور الاول، وادي نقطه الجراوند الخاصه بمين؟ بالاميتر، تمام تمام. طيب هنا الانترنال ريزيستنس ما بين البيز والاميتر قلنا من لحظات ان هو بيساوي كام؟ بيتا ار اي، على اعتبار ان الانبوت الكرنت اللي انا هستعمله في الاناليسيز اللي هو البيز كرنت، تمام تمام. قلنا هنستبدل الكوليكتور بمصدر للتيار قيمته بيساوي بيتا اي بيز، بيتا اي بي اللي احنا جبناها من القوانين العامه للترانزستور اللي هو الاي سي بيساوي بيتا اي بي، تمام تمام. ايه تاني؟ تعال نشوف بقى بعد ما وصلنا او استبدلنا الترانزستور ده بالموديل المكافئ بيه له اللي هو الار اي موديل بتاعنا اهو. طيب تعال نشوف بقى الاطراف الكوليكتور ده، الكوليكتور ده متصل بمين وبمين؟ اول حاجه متصل بنقطة الجراوند من خلال المقاومة اللي هي الار سي بتاعته اللي هي 2.2 كيلو اوم، تمام تمام. ليه؟ لان المقاومة الجهد ده قلنا هيبقى جراوند، يبقى المقاومة دي وضعيتها ايه؟ نقطة متصلة بالجراوند والنقطة التانية متصلة بالكوليكتور الخاص بالترانزستور الاول، يبقى ادي الكوليكتور اهو، تمام. يبقى نقطة منه اللي هي الار سي، نقطة هتتصل بالكوليكتور والنقطة التانية هتتصل بالجراوند بتاعت السبلاي، نقطة السبلاي اللي هستبدلها بالجراوند، تمام تمام. ما تنساش كمان ان انا هنا المرحلة الكوليكتور دي متصلة بمقاومتين على التوازي، لان لو مر تيار من هنا
هيتجزأ ولا هيمشي في اتجاه واحد؟ لا هيتجزأ، جزء منها هيمشي في المقاومة دي وجزء منها هيمشي في المقاومة دي، يبقى المقاومتين دول متوالي ولا توازي؟ يبقى المقاومتين دول من توازي، اللي هم مين بقى؟ اللي هي ار واحد اللي هي 15 كيلو اوم، وار اتنين اللي هي 4.7، مقاومتين متصلين على التوازي مع مين؟ مع طرفي الكولكتورز بتاعي اللي هو الكولكتور والجراوند. يبقى اذا هنا عندنا ار 1 وار 2، هيبقوا الاثنين دهم اللي انا بشاور عليهم دهم هم دهم اللي هي الار 1 وار 2 اللي هم القيمه المكافئه لهم هي نفس القيمه المكافئه لار 1 وار 2 اللي هناك، لانهم برضو كانوا مقاومتين على التوازي ولهم نفس القيم الايه الحسابيه. تمام. يبقى اذا هنا يبقى اطراف، يبقى الكولكتور والاميتر، الكولكتور النقطه دي والنقطه دي متصله زي ما شفنا بثلاث مقاومات على التوازي اللي هي الار سي 1، اقصد بالار سي 1 اللي هي مقاومه الار سي الخاصه بالترانزستور الاول، مع الار 2 والار 1 للمرحله الثانيه. تمام. طيب علشان نوصل لهنا من بدانا نخش على نقطه البيز، بس لمين بقى نقطه البيز الثانيه دي؟ نقطه البيز للكيو 2. يبقى اذا هنبدا نحط هنا الموديل بتاع الكيو 2 اللي هو الترانزستور الثاني، اللي هو نفس الموديل بتاع الترانزستور الاول اللي احنا اعتمدنا مع بعض، هنستعمل مع بعض الار اي موديل. تمام. وما زلنا بنستعمل البيز ك تمثيل لتمثيل التيار اللي بيمر في الترانزستور. يبقى اذا برضو ما بين البيز والاميتر في الانترنال ريزيستنس للجنكشن اللي هي بيتا ار اي. طبعا احنا ممكن نسميها هنا بيتا ار اي 1 ونسميها هنا بيتا ار اي 2، بس نظرا لان التو ترانزستور متماثلين ومتطابقين تماما بتمام، فعشان كده ما حطيتش هنا ار 1 وبيتا ار اي 1 وبيتا ار اي 2. تمام. وطبعا ما زال الكلام متصل، بنقول ان الكوليكتور هنستبدله بمصدر للتيار قيمته بيتا اي بي. تمام. طيب هنا بقى المقاومه دي قلنا شورت خلاص ملهاش تاثير، المقاومه اللي هي الار سي 2 دي نقطه متصله بالجراوند والنقطه الثانيه متصله بالكوليكتور بتاعي، يبقى ده الار سي اللي هي بتاع الدايره الخارجيه. تمام. ايه المطلوب؟ هو طالب مني واحد النو لود فولتج جين، اثنين الاوتبوت فولتج بتاع الكاسكيد السيستم اللي قدامنا، ثلاثه الانبوت امبيدنس للمرحله الاولى والاوتبوت امبيدنس للمرحله الثانيه. طبعا واضح جدا هنا لو انا بصيت للانبوت امبيدنس بتاعتي هلاقي ان الانبوت امبيدنس اما اجي ابص لها من الاتجاه ده هنلاقي عندي مقاومه ار 1 توازي مع مقاومه ار 2 اللي احنا سميناها ار داش توازي مع المقاومه بيتا ار اي. طبعا هنا انا دلوقتي جبت الار اي جبتها ب 6.34، يبقى كل المعلومات عندي متوفره، يبقى استطيع ان انا اجيب الانبوت امبيدنس. يبقى الانبوت امبيدنس للمرحله الاولانيه هيساوي الار داش اللي انا لسه كنت جايبها من لحظات، لان ار 1 وار 2 على التوازي، على التوازي مع البيتا ار اي. يبقى ار 1 وار 2 اللي هي الار داش كنا جبناها بيساوي كام؟ 3.58 كيلو اوم، هيبقى توازي مع البيتا ار اي. اما اضرب البيتا 200 في الار اي اللي هي 6.34 اوم هتطلع تقريبا ب 1.268 كيلو اوم. اضرب الاثنين دول في بعض واقسمهم على مجموعهم هيساوي الانبوت امبيدنس بتاعتي للمرحله الاولى اللي احنا هنسميها زد اي 1 لان هو قال لي الانبوت امبيدنس للمرحله الاولى هيساوي 94% كيلو اوم. يبقى ده اول ملاحظه او اول متغير هو طلبه وجبناه اللي هو اوجد الانبوت امبيدنس للمرحله الاولانيه. تمام. طيب انا عايز احسب النو لود فولتج. طبعا النو لود فولتج انا عارف ان هو بيساوي اللي هو الاي في تي اللي هو التوتال فولتج جين فور نو لود، ان ال نو لود بيساوي الاي في 1 في الاي في 2. طيب هنا فاكرين اما كنا بنقول في حاله الكومون اميتر كونفيجريشن في حاله الاميتر بتاعي باي باس كاباستور كنا بنقول ان الاي في بيساوي ماينس ار سي. طبعا انا مش هبدا بقى اعمل الكلام ده بتحليل رياضي تاني لان احنا عارفين القواعد دي واحنا في المحاضرات اللي فاتت، يبقى بيساوي ماينس ار سي على الار اي. طيب هنا في المرحله الاولانيه الاي في 1 الار سي بتاعتي بتساوي كام؟ مش الار سي اللي هي دي بس، ليه؟ لان انا قلنا ان من ضمن الكلام المتصل في موضوع الكاسكيد سيستم بنقول ان الانبوت امبيدنس للمرحله الاولى للمرحله الثانيه هي لود للمرحله الاولى، هي لود على المرحله الاولى. يبقى اذا هنا بالنسبه لي هنا الاوتبوت
امبيدنس للمرحلة الأولى هي بالنسبة لي هتبقى بدل الاي، اما نيجي نعوض بدل الار سي. يبقى اذا هنا لو بصينا للاوتبوت امبيدنس هنلاقيها ار سي توازي مع ار 1 توازي مع ار 2 توازي مع بيتا ار اي. تمام، كل دي اربع مقاومات على التوازي. بالنسبه لي دومت بيساوي زد او، بس زد او 1، زد او 1 يعني الاوتبوت امبيدنس للمرحله الثانيه. يبقى اما اجي اعوض عن الاي في ما اقولش بقى، ما ببقاش غشيم بقى واقول له الاي في بيساوي ناقص ار سي على ار اي واقوم قايل ان هي الار سي بيساوي 2.2، لا، لان في تاثير للمرحله الثانيه على المرحله الاولى. المرحله الثانيه الانبوت امبيدنس بتاعها هي لود على المرحله الاولى. يبقى اذا هنا لازم نجيب الاوتبوت امبيدنس للمرحله الاولى. الاوتبوت امبيدنس المرحله الاولى من الاناليسيس اللي قدامنا ومن الرسمه اللي قدامنا عباره عن ار 1 وار 2 اللي احنا سميناها ايه، ار داش توازي مع مين، مع ار سي. تمام، مضروبه في كام، في بيتا ار اي توازي مع بعض. بس احنا كنا جايبين الار داش بيتا ار اي قبل كده اهو، اللي هي الار داش بيتا ار اي. ار داش اللي هي ايه الار داش دي، اللي هي المقاومتين دوم، وبيتا ار اي جبناها قبل كده للمرحله الاولانيه. يبقى القيمه دي كانت بكام الاجماليه، اللي هي كانت 94 كيلو اوم اللي هم دوم، هيبقى توازي مع مين بقى، مع الار سي، لان سبق واحنا جبنا المعالجه دي قبل كده. يبقى اذا 94 من 100 كيلو اوم توازي مع 2.2 كيلو اوم، حاصل ضربه مع حاصل جمعهم يساوي كام، يساوي 658 من 1000 كيلو اوم. تمام، الزد اوت. يبقى اذا اعوض بقى في القانون بتاع الاي في اللي هو بيقول لي ناقص ار سي على ار اي. طبعا هنا ملاحظه، هنستبدل الار سي زي ما انا قلتها بزد او 1 اللي هو الاوتبوت امبيدنس للمرحله الاولى، اللي هو طلع ب 658 كيلو اوم من 1000 كيلو اوم اهو بالناقص. طبعا هنا الاشاره بس ايه نسيتها معلش، بالناقص. يبقى ناقص 6658 من 1000 كيلو اوم على الار اي اللي احنا طلعناها ب 6.34 من 100 اوم. طبعا هنا هضرب في 10 اس 3، هضرب في 10 اس 3 عشان احول الايه الوحده الاوم الى كيلو اوم. يبقى هنا هيبقى بيساوي ماينس 103.8، ماينس 103.8 اللي هي الاي في 1. طيب بالنسبه للاي في 2، الاي في 2 بقى خلاص ما عنديش هنا نو لود، هو قال لي نو لود، يبقى هنا ما عنديش لود. يبقى اذا على طول المرحله الثانيه هيبقى هنقول بقى الاي في 2 هيساوي ناقص ار سي على ار اي عادي خلاص بقى، لان ما فيش عندي غير الار سي بس اللي هي في دايره الاوتبوت. يبقى اذا هنا الاي في 2 هيساوي ماينس ار سي 2 اللي هو كان عندي هنا ب 2.2 على الار اي اللي هي كانت ب 6.34 هيساوي ماينس 347. طيب الاوفر اول جين بقى اللي هو النو النو لود فولتج جين بتاعتي قلنا هيساوي الاي في 1 اللي هو بناقص 103.8 في الاي في 2 اللي هو بناقص 347، هيطلع ب 36 واحد من عشرة في 10 أس 3 مرة. طبعا قيمة كبيرة جدا 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 للفولتج جين. تمام، طيب يبقى الفي اوت بيساوي كام، يبقى احنا جبنا له النو لود فولتج جين، طلب مني الاوتبوت فولتج كمان. الاوتبوت فولتج هيساوي المعامل التكبير اللي انا حصلت عليه اللي هو 36 واحد من عشرة في 10 أس 3 في الفي انبوت اللي هو الاي سي انبوت فولتج اللي هو كان مديهولي هنا في المسألة بتاعي بكام، ب 25 مايكرو فولت. يبقى هنا هنضرب في 25 في 10 اس ناقص 6 هيطلع عندي هنا القيمة الإجمالية 902.5 ملي فولت. طبعا إشارة مكبرة بشكل رائع، 902.5 ملي فولت. يبقى احنا كده جبنا ثلاث حاجات، جبنا النو لود فولتج جين طلع ب 36.1 في 10 اس 3، جبنا الاوتبوت فولتج للترانزستور بتاعي او للسيركتس بتاعتي طلع ب 902.5 ملي فولت، وجبنا الانبوت امبيدنس للمرحله الاولانيه اللي هي طلعت بكام، المرحله الاولانيه اللي هي زد انبوت 1 طلعت ب 94 من 100 كيلو اوم. هو طالب فاضل له انه يطلب مني الاوتبوت امبيدنس للمرحله الثانيه. الاوتبوت امبيدنس للمرحله الثانيه واضح جدا ان انا ببص من هنا على اعتبار ان الانبوت فولتج بتاعتي بيساوي زيرو، يعني تيار البيز بيساوي زيرو. يبقى اذا هنا هيبقى دي اوبن، يبقى اذا الار سي بتاعتي او بيساوي الزد اوت.
يبقى الاوتبوت امبيدنس للمرحله الثانيه هيساوي الار سي هيساوي 2.2 كيلو. طيب المساله قال لي بس انا عايزك تحسب كمان الاوفرول جين بس المره دي مع وجود اللود. يبقى هنا الاوفرول جين مع وجود اللود هنا بقول اي في تي ما بقولش ان ال. اي في تي يعني مع وجود اللود هيساوي الاي في تي اللي هو النو لود مضروبه في الار ال على الار ال زائد الزد اوتبوت اللي هو بالنسبه لي هنا الار سي. يبقى اذا هنا الار ال هيساوي 4.7 اللي هو قال لي عليها في المساله بتاعتي على ار سي اللي هي 4.7 زائد 2.8 اللي هي الار سي لان هنا الزد اوتبوت بيساوي ار سي في قيمه الجين بتاعي اللي انا جبته 36.1 في 10 اس 3 هيطلع لي 24.6 في 10 اس 3. طبعا لاحظنا ان الجين حصل له دروب شويه. تمام تمام بكده يبقى احنا خلصنا المساله بتاعتنا في المطلوبات اللي هو طلبها. تعال نشوف مع بعض الكاسكود كونفيجريشن. تعالوا مع بعض نتكلم عن الكاسكود كونفيجريشن. برضو هنشرح مفهوم الكاسكود كونفيجريشن من خلال مثال رقمي تطبيقي. طبعا هنا في الكاسكود كونفيجريشن عندي نوعين او توصيلتين ممكن اوصلها بالشكل ده في الفيجر A او بالشكل ده والاتنين بيأدوا لنفس الغرض. هنا هنلاحظ مع بعض ان الاتنين او الرسمتين بيبقى عندي الكوليكتور اوتبوت للمرحلة الاولانية هو الانبوت على الاميتر في المرحلة الثانية. طبعا هنا المرحلة الاولانية بيكون عندي كومن اميتر كونفيجريشن، في المرحلة الثانية الانبوت على الاميتر والاوتبوت من على الكوليكتور يبقى كومن بيز كونفيجريشن. طبعا هو نفس المسألة دي نفس الكونفيجريشن ده برضو هنا هنلاحظ ان الاوتبوت للمرحلة الاولانية اللي هو الكوليكتور كارنت هيكون انبوت للمرحلة الثانية على الاميتر والاوتبوت بتاعها من على الكوليكتور والبيز بتاعي كومن بيز. يبقى هنا عندي الهدف من الكونفيجريشن اللي من النوع ده ان صحيح هيبقى اللو فولتج جين في الاجمال. طبعا في المسألة اللي فاتت كنا طلعناها تقريبا 36000 مرة هيبقى في لو فولتج جين نسبي والكومن بيز كونفيجريشن هيعمل لي مواصفات كويسه جدا في الهاي فريكوانسي ريسبونس. تمام تمام. طيب تعال نشوف ماذا لو جالي مساله زي اللي قدامنا دي وقال لي هات لي المتغيرات او اعمل اناليسيس دي سي واي سي اناليسيس كامله للدائره المعطاه. هتعامل معها ازاي؟ هتعامل معها زي ما بتعامل مع اي دائره في الاي سي اناليسيس اللي احنا خدناها في اللي فات قبل كده. هنا تغذية البيز للترانزستور الاولاني جاي لي من انهي مقاومة؟ من المقاومة اللي هي الار بيز 3. طيب الجهد بتاعها هيتحسب ازاي؟ هيبقى ار بيز 3 على مجموع المقاومات الثلاثة اللي قدامنا دوما في قيمة المصدر. تمام؟ يبقى هنا في بي 1 اللي هو الجهد على البيز للترانزستور الاول اللي هو الفي بي 1 هيساوي ار بي 3 على ار بي 1 بلس ار بي 2 بلس ار بي 3 مضروبه في مين؟ في الفي سي سي. يبقى 4.7 على 4.7 زائد 5.6 زائد 6.8 كله مضروب في كام؟ في 18 فولت اللي هو الفي سي سي. يبقى الفي بي 1 هيساوي كام؟ 4.95 فولت. تمام تمام. طيب الفي بي 2 جاي اللي من مين؟ الفي بي 2 جاي لي من مقاومتين دمت اللي هم هيبقوا توالي لان الترانزستور ده هيبقى اوبن ما تنساش. يبقى المقاومتين دمت توالي يبقى بيساوي ار بيز 3 زائد ار بيز 2 على مجموع الثلاث مقاومات لان الترانزستورات دي مش موجوده اوبن. يبقى المقاومه ار بي 1 ار بي 2 وار بي 3 ها توالي يبقى حاصل جمعهم اهو على مجموع المقاومات الثلاثه في قيمه المصدر هيساوي الفي بي 2. يبقى في بي 2 بيساوي ار بي 2 زائد ار بي 3 على ار بي 1 زائد ار بي 2 زائد ار بي 3. هنعوض بالقيم بتاعتهم هيطلع لي ان الفي بي 2 بيساوي 10.84 فولت. طيب هنا لو انا عايز اجيب الاي اي اللي هو في الترانزستور الاولاني عشان اجيب الار اي سمول بتاعته ار اي 1 بتاعته. طيب هنا الاي اي بكام؟ المفروض الفي اي على الار اي. طيب في اي بيساوي كام؟ ما احنا لسه قايلين في المساله اللي فاتت قلنا ان الفي بي اي بيساوي الفي بي ناقص الفي اي. طب يبقى الفي اي بقى لوحدها بكام؟ بيساوي الفي بي ناقص الفي بي اي.
هنا ال VB1 احنا لسه جايبينه طبعا، هنا انا بتكلم على الجنكشنز دي. يبقى اذا ال VE1 اللي هو الجهد ده هيساوي ال VB1 اللي احنا طلعناها ب 4.95 فولت ناقص ال VE VBE1 اللي هو الجنكشنز بتاعت اللي هي فورورد بايزنج اللي هي ب 7.10، يبقى بيساوي 4.25 فولت. طيب ما تنساش حاجه بقى هنا، هنا لما نيجي نتكلم عن المرحله الثانيه ده هيبقى عندي هنا ال IC1 بيساوي ال IE2، ال IC1 اللي هيطلع من هنا بيساوي ال IE2 اللي هيخش على المرحله الثانيه، تمام؟ عشان تبقى مركز في الحته دي، تمام؟ تمام. طيب احنا جبنا ال VE1، نكمل بقى الاناليسيس بتاعتنا. ال VE1 جبناها ب 4.25 فولت، هقسمها على ال RE1 اللي هي 1.1 فولت، 1.1 كيلو اوم، علشان اجيب ال IE1 اللي هو بيساوي 3.86 ملي امبير. كده انا استطيع ان انا اجيب ال RE1، ال RE1 هيساوي 26 ملي فولت على ال IE1 اللي هو ب 3.86 ملي امبير، زي ما هنشوف في الخطوات اللي جايه. طيب هنا انا مضطر ان انا احسب ال IC1 اللي هو الكولكتور كرنت للترانزستور الاولاني. ليه؟ لانه هيساوي ال IE2 اهو. مش احنا قلنا ان الاوت اللي هيخرج من هنا اللي هو هنا تيار ايه اللي طالع ده؟ تيار الكولكتور كرنت اللي هو يساوي ايه؟ اي سي 1 اللي هو بالنسبه لي هنا تيار مين؟ الاميتر كرنت، بس الانو ترانزستور للترانزستور الثاني. عشان كده هنقول ان الاي اي 2 بيساوي الاي سي 1. طب الاي سي 1 بكام؟ هجيبها بدلاله الاي اي اللي احنا جبناها، الاي اي 1 اللي احنا جبناها، الاي اي 1 ب 3.86 هضربها ببيتا على بيتا زائد 1 اللي هي قيمه الالفا يعني. يبقى هو مديني البيتا بكام؟ مديني البيتا 1 والبيتا 2 ب 200، يبقى 200 في 3.86 على 201 هيطلع بكام؟ ب 3.84 ملي امبير. ده الاي سي 1 اللي هو بيساوي كام بقى؟ اللي هو بيساوي الاي اي 2، اللي هو بيساوي الاي اي 2 اللي هو بيساوي 3.84 ملي امبير، تمام؟ تمام. يبقى هنا طالما عرفت اي اي 1 وطالما عرفت اي اي 2 هقدر اجيب الار اي 1 والار اي 2 اللي هو بيساوي 26% ملي فولت على الاي اي 1، وهنا 26 ملي فولت على الاي اي 2. هنا الاي اي 1 ب 3.86 ملي امبير، والاي اي 2 ب 3.84 ملي امبير. هنا هيطلع ب 6.74% وهنا هيطلع ب 6.77%. لكن علشان استكمل كل اجراءات الدي سي اناليسز محتاج ان انا اجيب زي ما جبت البيس كرنت البيس فولتج، اجيب الكولكتور فولتج. طبعا هنا الفي سي 1، ركز، الفي سي 1 هيساوي كام؟ الفي سي 1 يعني الجهد اللي على الكولكتور الاولاني ده هيساوي كام؟ هنا الجهد اللي هنا، الجهد اللي هنا هو جهد مين؟ جهد الاميتر مع البيس. يبقى هيساوي الجهد اللي هنا اللي هو جهد الاميتر بتاعي اللي هو الترانزستور الثاني اللي احنا كنا نقول بيساوي الفي بيز 2 ناقص الفي بي 2 اللي هو نفس القانون اللي انا عوضت عليه في المثال اللي فات. اما احنا قلنا ان الفي بيز المفروض ان الفي اي هيساوي الفي بيز ناقص الفي بي اي. ده بشكل عام لو بصينا للترانزستور ده عشان نجيب الجهد بتاع الفي اي هيبقى عندنا هي في بيز 2 ناقص الفي بي 2 اللي هي الجنكشن اللي هنا هتديني الفي اي 2 اللي هو بيساوي مين؟ اللي هو بيساوي الفي سي 1، تمام؟ لان الجهد اللي هنا هو نفس الجهد بتاع الكولكتور. يبقى اذا نقدر نقول ان الفي سي 1 هيساوي في بي 2 ناقص الفي بي اي 2 اللي هي الجنكشن اللي ما بين البيز والاميتر هيساوي الفي سي 1 اللي هو بيساوي 10.84% اللي هي الفي بيز 2 اللي احنا لسه مطلعينها من هنا اهي، ناقص الفي بي 2 اللي هو الترانزستور بتاعنا في حاله الفورورد بايزنج، يبقى بيساوي 7.10 اللي الناتج هيطلع ب 10.14 فولت. طيب الفي سي 2 مختلفه بقى الحل المره دي، لان هنا الطرف الثاني للكولكتور بيساوي الفي سي سي ناقص الاي سي في الار سي. طبعا الاي سي 2 طبعا اللي هي كولكتور كرنت للترانزستور الثاني، الكولكتور كرنت للترانزستور اللي لسه جايبينه من لحظات، يبقى بيساوي الفي سي سي اللي هو 18 فولت اهو ناقص الاي سي 2 اللي هو 10.14% مضروب في كام؟ في اللي هو قصدي اسف اللي هو 3.83% مضروب في الكولكتور ريزيستنس بتاعتي اللي هي 1.8. طبعا الناتج بتاعي يساوي 11.11%. كده يبقى انا عملت الدي سي اناليسيس. اول حاجه في الاي سي اناليسيس ان انا بحسب الار اي 1 والار اي 2. يبقى احنا حسبنا الار اي 1 والار اي 2 بدلاله الاي اي 1 والاي اي 2، تمام؟ تمام. طيب اول حاجه بقى الاثنين ترانزستور دول، خد بالك بقى
الترانزستور بتاعي كومون اميتر كونفيجريشن. في الكومون اميتر كونفيجريشن قلنا ان هو عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن الاي في بيساوي الار سي على الار اي. طيب هنا الار سي بالنسبه للترانزستور الاولاني هو مين؟ الار سي عذرا الار سي للترانزستور الاولاني بالنسبه لي هنا اللي هو الار اي 2 اللي هي المعوقه بتاعت الانترنال ريزيستنس اللي ما بين البيز والاميتر للترانزستور الثاني اللي هو الار اي 2 زي الفجر اللي قدامنا ده. انا موصل كاسكود اهو كاسكود الكوليكتور متصل مباشره بالاميتر للترانزستور الثاني. يبقى الانبوت امبيدنس بتاعت الترانزستور الثاني لو بالنسبه لي الار اي هو الاوتبوت امبيدنس للترانزستور الاولاني اللي هو الكي 1. يبقى اذا هنا الاي في 1 بيساوي ماينس ار سي على الار اي حيث ان الار سي بالنسبه لي دلوقتي هو هيكون ايه؟ ار اي 2. طبعا لما اقسم الاثنين على بعض تقريبا هيطلع بيساوي كام؟ بيساوي 1. طبعا نيجاتيف بولاريتي معناها ان الاوتبوت فولتج للمرحله الاولانيه اوت اوف فيز ب 180 درجه مع الانبوت فولتج للمرحله الثانيه. طيب بالنسبه للاي في 2 للترانزستور الثاني الوضع مختلف لان هنا الاوتبوت ريزيستنس بتاعه او الاوتبوت امبيدنس بتاعه مين؟ ار سي. يبقى هتبقى ار سي على الار اي 2 هيطلع بيساوي 265 من 100 265 و88 من 100 مره. طبعا هنضرب هنا الاثنين في بعض هيطلع لي التوتال فولتج جين بيساوي 265 و88 من 100 والاوتبوت فولتج في الكاسكود كونفيجريشن اوت اوف فيز مع الانبوت فولتج للكاسكود سيستم بزاوية قدرها 180 درجة. بعد ما استعرضنا مع بعض الكاسكيد كونفيجريشن والكاسكود كونفيجريشن هنتكلم مع بعض دلوقتي عما يعرف بالدارلينجتون كونفيجريشن. وهو عبارة ساعات بيسموه سوبر بيتا كونفيجريشن. سوبر بيتا لان هنا بيكون الكرنت جين بتاعي بيكون عالي جدا جدا نتيجة ان التو ترانزستور اللي احنا هنستعملهم دومت هنتعامل معهم على انهم وان ترانزستور. البيتا الاجمالية لها بيساوي بيتا 1 في بيتا 2 عشان كده ساعات بيسموها السوبر بيتا ترانزستور. الدارلينجتون كونفيجريشن بيكون التو كومون التو كولكتورز بيبقوا متصلين مع بعض. الكولكتور الخاص بالترانزستور الاول متصل مباشرة بالكولكتور الخاص بالترانزستور الثاني. الاميتر اللي هو الاوتبوت هيبقى هنا كومن كومن كولكتور كونفيجريشن للترانزستور الاولاني. هيبقى الاميتر اوتبوت بتاعنا هيكون داخل على البيز بتاع الترانزستور الثاني. طبعا هنا الاوتبوت متاخد من على الاميتر عشان كده بنسميه اميتر فولور كونفيجريشن. طبعا هنا انا بتعامل مع تو ترانزستور اللي هم متصلين بالكيفيه اللي قدامنا دي على انها وان ترانزستور. وان ترانزستور بنسميه دارلينجتون ترانزستور نسبه الى العالم اللي اكتشف هذا الاسلوب في التوصيل اللي فيها بنقول ان البيتا دي اللي هي دارلينجتون بيتا بيساوي بيتا 1 في بيتا 2. طبعا هنا من مميزات الدارلينجتون كونفيجريشن ان بيكون الكرنت جين بيكون عالي جدا 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 بس بيكون الفولتج جين اقل من الواحد. كمان بيكون الانبوت امبيدنس للدارلينجتون كونفيجريشن ماتش هار زان سنجل ترانزستور. تمام يعني المعنى ان الانبوت امبيدنس بالتوصيل اللي قدامنا ده اللي هو الدارلينجتون كونفيجريشن بيكون الانبوت امبيدنس بي اكبر بكتير من الانبوت امبيدنس للترانزستور الواحد المستخدم في التوصيل ده وبيكون الكرنت جين عالي جدا وبيكون الفولتج جين للاسف بيكون اقل من الواحد. تعال نشوف مع بعض ازاي نعمل دي سي اناليسيز للسيركت بتاعتنا في الشريحه اللي قدامنا دي. والشريحه المقبله نبدا نشوف الاي سي سيجنال الاي سي سيركت ايكويفالنت ونشوف منها الاي سي بارامترز اللي هو الفولتج جين والكرنت جين والانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس وما شابه. مبدئيا تعالى نحسب ما احنا بنتكلم عن الاميتر فولور دارلينج كونفيجريشن اللي قدامنا ده. مبدئيا بنقول
ان احنا عندنا دي سي بايزنج، يبقى معناها فايند اول كارنت اللي هو البيس كارنت والاميتر كارنت والكولكتور كارنت، فايند اول نود فولتج اللي هو الفي بيز والفي البيس فولتج والكولكتور فولتج والاميتر فولتج وما شابه. تمام، هنا بيديني مثال اللي قدامي، مثال رقمي اهو، هنشوف من خلاله كيفية عملية الاناليسيس بتاعنا والتعويض المباشر فيها. بيقول لي calculate the DC bias voltage and the current for Darlington configuration. تمام. هنا لو بصينا على الكرنت بتاعنا، طيب هنا لو طبقنا قانون كرشوف الجود في الـ في الـ في البرانش ده، النود دي لو تخيلت ان هي فصلتها من الفي سي سي وجبتها هنا عشان اتكلم على دايره الانبوت سيركتس اللي قدامنا هنا دي، تخيل معايا ان انا حركت النود دي، حركتها من مكانها جبتها هنا، اما اجيبها هنا معناها ان انا هحط هنا بطاريه جهدها الموجب في اتجاه البيز وقيمه الجهد بتاعها بيساوي في سي سي، طبعا هيبقى بعد البطاريه المقاومه ار بيز اللي هي هتبدا تخش بعد كده للدايره بتاعتي نستكملها بالشكل ده. يبقى لو تخيلنا للدايره اللي هنا لو طبقنا قانون كرشوف للجهود هنقول ايه؟ هنقول في سي سي اللي هي البطاريه اللي انا بتكلم عنها هنا، ما تنساش ان انا هحرك النود دي هجيبها هنا، هيبقى في بطاريه قدرها كام؟ في سي سي اه، ناقص قيمة التيار اللي هيمشي في المقاومة اللي هنا اللي هي مقاومة مين؟ البيز ريزيستنس اللي قدامنا دي، يبقى الار بيز في تيار البيز للترانزستور الأول عشان كده هنسميه اي بيز 1 اهو. بعد كده علشان أكمل الدايرة بتاعتي عندي كام جنكشن؟ عندي تو جنكشن. الجنكشن اللي ما بين البيز للترانزستور الأول والإميتر للترانزستور الأول اللي هو بنسميها الفي بي اي، والجنكشن اللي ما بين البيز الثاني والاميتر للترانزستور الثاني بنسميها في بي اي 2. يبقى اذا هنقول في سي سي ماينس الاي بيز للترانزستور الاول يبقى اي بيز 1 في الار بيز ماينس الفي بي اي 1 ماينس الفي بي اي 2 اللي هي التو جنكشنز دول ماينس في النهايه الاميتر كارنت بس المره دي للترانزستور الثاني في الار اي اللي هي النود اللي هي الكيرشوف فولتج لو اللي احنا طبقناه هنا لو مجموع الجهود في مسار مغلق بيساوي زيرو. تمام. طيب ده يا ترى بقى هنعوض عن الاي بيز 1 بكام والاي ميتر 2 بكام؟ هنحاول نخلي كل من الاي بيز 1 والاميتر كرنت الترانزستور الثاني بدلاله الاي بيز 1 علشان نجيب الاي بيز 1 ومن خلاله نقدر نجيب كل المتغيرات الثانيه. يبقى اذا هحافظ على كده، يبقى في سي سي ناقص الاي بيز 1 في الار بيز، هنحافظ على الاي بيز 1 زي ما هو، طبعا هشيل الاثنين دول اما اجي اعوض بالارقام 7/10 و7/10 يبقى هسيب الاثنين دول احط مكانهم ماينس 1/4. تعال نبدا هنا، الاي اي 2 ده بيساوي كام؟ المفترض ان الاي اي 2 هيساوي بيتا 2 عذرا بيتا 2 زائد 1 في الاي بيز 2. تمام. ده اللي هو لو بصيت للترانزستور ده لوحده يبقى البيتا 2 زائد بيتا زائد 1 في الاي بيز 2. تمام. لكن الاي بيز 2 لو تلاحظ، الاي بيز 2 اللي هيبقى هنا لو تلاحظ هو مين؟ بص كده اربط هنا البيز 2 ده الاي بيز 2 اللي هو بيمر في القاعده بتاعه الترانزستور الثاني، هتلاقي ان هو نفس تيار مين؟ تيار الاميتر للاي بيز 1. يبقى الاي بيز 2 بيساوي تيار الاميتر للاي بيز 1 اللي هو بيساوي ايه؟ بيتا 1 بلس 1 في الاي بيز 1. يبقى انا كده قدرت ان انا امثل تيار البيز الثاني بتيار البيز الاول لان ده التارجت بتاعي. هعوض بقى في المعادله بتاعتي الاصليه اللي هي دي، هشيل الاي اميتر 2 واحط مكانه الاي بيز 2 قصدي، احط مكانه بيتا 1 زائد 1 في اي بيز 1 اهو. يبقى انا شلت من هنا الايه الاي بيز 2 وضربته في كام؟ في بيتا 2 زائد 1 اللي هنا اهو، اي 2 هيساوي بيتا 2 زائد 1 اللي هم دول، وهشيل اي بيز 2 واحط مكانه القيمه المعوضه بتاعت اللي هي بيتا 1 زائد الواحد في الاي بيز 1 اهو، خلاص في كام؟ في الار اي. تمام. تاني الاي 2 بيساوي كام؟ الاي اي 2 بيساوي بيتا 2 زائد 1 في الاي بيز 2. تمام، واحنا لسه قايلين ان الاي بيز 2 هو الاي اي 1
اي بيز 2 بيساوي الاي اي 1 اللي هو بيساوي كام؟ بيتا 1 زائد 1 في الاي بيز 1 اهو. فايه اللي هيحصل؟ بيتا 2 زائد 1 اهو ار اي زي ما هي اهي. ايه اللي ناقص؟ هستبدل الاي بيز 2 بدلاله الاي بيز 1، يبقى هحط مكانها بيتا 1 زائد 1 اي بيز 1 اهو. لو خدنا هنا الاي بيز، طبعا هنا البيتا زائد 1، هنعمل شويه سمبليفيكيشن. البيتا بتبقى ب 200 تقريبا، وهنا كمان ب 200، يبقى 200 مثلا لو ضربنا 200 في 200 او 200 في 100 ب 2000، وال 2000 طبعا هتكون اكبر بكتير من كام؟ من 1. فنظرا ان بيتا 1 بتبقى اكبر بكتير من 1، وبيتا 2 كذا الحال اكبر بكتير من بيتا 1 من او من 1، يبقى ممكن اقول ان ديت اجمالا بيساوي بيتا 1، واقول دي اجمالا بيساوي بيتا كام؟ 2. يبقى اذا ممكن اقول ان القوسين دوما هيساوي بيتا 1 في بيتا 2 في ار اي مضروبه في الاي بيز 1 اللي هي الجزء ده. وانا عارف ان بيتا 1 وبيتا 2 بيساوي كام؟ بيتا دي اللي احنا قلناها اللي هي دارلينجتون بيتا اللي هو السوبر بيتا اللي انا بتكلم عنها قبل كده. يبقى اذا من تاني بيتا 1 بلس 1 هتبقى ابروكسيمتلي ايكوال بيتا 1، وبيتا 2 بلس 1 ابروكسيمتلي ايكوال بيتا 2. يبقى بيتا 1 في بيتا 2 هشيلهم واحط مكانهم بيتا دي، والار اي هتنزل زي ما هي، والاي بيز 1 هينزل زي ما هو. لو خدنا الاي بيز مشترك وفصلناهم في الدايره بتاعتي، يبقى هيساوي الفي سي سي ناقص في بي اي 1 ناقص في اي بي 2 على ار بيز زائد بيتا دي في ار اي اللي هو القانون اللي قدامنا ده، مشتق من الخطوات الاجرائيه الرياضيه اللي قدامنا دي. تمام؟ تمام. اما نيجي نعوض عن الكلام ده بالارقام اللي قدامنا هنا، يبقى اذا الاي بيز 1 هيساوي هنشيل الفي سي سي ونعوض بقيمتها اللي هي 18 فولت، وهشيل الفي بي اي والفي بي اي 2 واحط مكانها القيم الخاصة بيها لأنها الـ 2 جانكشن في وضعية فورورد بايز. يبقى إذا عندي 18 ناقص 1.4 على الأر بيز بيساوي 3.3 ميجا أوم، البيتا دي بيساوي 50%، أدي 50% يعني 5000 مضروبة في 390 أوم. طبعا الكلام ده هنحاول نحوله إلى ما يناظره بالميجا، هيساوي 1.95 ميجا. هنقسم الكلام ده او نجري العمليه الحسابيه دي، هتطلع اجمالي البيس كارنت يساوي 3.16 مايكرو امبير، 3.16 مايكرو امبير. طيب انا عشان احسب، يبقى انا كده جبت البيس كارنت، انا عايز اجيب الاميتر كارنت 1 اللي هو هيساوي ما تنساش البيس كارنت 2، ما تنساش الحته دي، والاميتر كارنت 2 اللي احنا كنا قلنا ان هو بيساوي بيتا دي في الاي بيز 1 لو تفتكر. يبقى احنا من السهل بدلاله الاي بيز 1 انا جبته دلوقتي ب 3.16 الاي بيز 1، اقدر منه اجيب الاي اي 1. الاي اي 1 اللي هو التيار بتاع الاميتر الترانزستور الاول اللي هو بيساوي كام؟ اللي احنا قلنا بيساوي بيتا 1 زائد 1 مضروبه في الاي بيز 1. بيتا 1 بكام؟ ب 50. يبقى 50 زائد 1 ب 51 في الاي بيز 1 هيديني الاي اي 1. تمام؟ ده لو بالفرض ان انا عايز اجيب الاي اي 1. يبقى الاي اي 1 بيساوي بيتا 1 في الاي بيز 1 او بيتا 1 بلس 1 في الاي بيز 1. طبعا نظر ان البيتا قيمه كبيره جدا، فنظر للابروكسيميشن اللي انا اتكلمت عنه هنا، يبقى هنسميها بيتا 1 اي بيز 1. ده على اساس ان بيتا 1 بلس 1 نيرلي ايكوال بيتا 1. تمام؟ افرض ان انت مش عايز تعمل الابروكسيميشن ده، مفيش مشكله خالص. يعني ممكن تقول ان الاي اي بيساوي بيتا بلس 1 في الاي بيز 1. او ان انت تقول نظرا ان البيتا قيمه كبيره جدا، يبقى اذا تقريبا البيتا بلس بيتا 1 بلس 1 بيساوي بيتا، برضه براحتك. يبقى هنا لو انا عملت الابروكسيميشن كده، هيبقى اقول ان الاميتر كارنت للترانزستور الاول يساوي البيتا الخاصه بالترانزستور الاول في البيس كارنت للترانزستور الاول. بس خد بالك الاميتر كارنت ده بيساوي كام؟ قلنا بيساوي الاي بيز 2 اهو، بيساوي الاي بيز 2. ده الكلام اللي انا كنت بقوله عشان لما تيجي تجيب التيارات في حاله الدي سي اناليسيس. طيب الاي اي 2 بيساوي كام؟ لو انا عايز اجيبها بدلاله الاي بيز 2 هقول بيساوي بيتا 2 زائد 1 في الاي بيز 2، او بالابروكسيميشن بتاعنا هنقول بيتا 2 في الاي بيز 2 على طول. تمام؟ تمام. بس ما تنساش ان الاميتر 2 ممكن اجيبها بدلاله الاي بيز 1، حيث ان الاي بي 2 بيساوي الاي اي 1 بيساوي بيتا 1 في الاي بيز 1. يبقى هقوم جاي شايل الاي اي 1 واحط بيتا 1 اي بيز 1 مضروبه في كام؟ في بيتا 2 اللي هي بتديها لي، بيساوي بيتا دي في الاي بيز 1.
يبقى اذا لو انا اعتبرت ان الترانزستور ده كله وحده واحده، فبقول ان الاميتر كارنت للترانزستور اللي هو الوحده الواحده بيساوي بيتا واحد في بيتا اتنين في الاي بيز 1. وصلت كده؟ اتمنى تكون وصلت. طيب بالنسبه بقى للاي سي 2، على اساس ان ده ترانزستور قيمه واحده يبقى بيساوي بيتا دي، انا قلنا ان الترانزستور ده هيبقى قيمه واحده، يبقى بيتا دي على بيتا دي زائد واحد مضروبه في الاي اميتر 2 اللي انا لسه جايبه حالا اهو، اللي هو قدامنا قيمته ده. تمام، اللي هو طبعا لو البيتا دي اكبر بكتير من الواحد يبقى بيتا دي على بيتا دي بيساوي واحد، يبقى بيساوي الاي 2 اللي هو بيساوي بيتا دي في الاي بيز 1. تمام. طيب البي سي 1 اللي هو الكولكتور بتاعنا ده بقى، تمام، البي سي 1 اللي هو ده للترانزستور الاولاني هو نفس البي سي 2، البي سي 2 للترانزستور الثاني، لانه من نقطتين نقطه مشتركه، بيساوي كام؟ بيساوي في سي سي. طب هنا مفيش مقاومه، خلاص يبقى بيساوي في سي سي. طب لو في مقاومه يبقى بيساوي الفي سي سي ناقص الاي سي في المقاومه اللي موجوده هنا. بس هنا مفيش مقاومه، يبقى اذا الفي سي 1 بيساوي الفي سي 2 بيساوي كام؟ الفي سي سي. تمام. طب لو قلنا عايزين الفي اي، يبقى الفي اي بيساوي كام؟ الفي اي بيساوي الاي اي 2 في الار اي. تمام، تعالى نعوض بقى بالكلام ده بالارقام اللي هنا ده. يبقى انا لو عايز اجيب الكولكتور كرنت، قلنا ان هو بيساوي الاميتر كرنت بيساوي بيتا دي في الاي بيز 1، لسه قايلين الكلام ده هنا اهو. قلنا الكولكتور كرنت بيساوي الاميتر كرنت بيساوي البيتا دي اي بيز، البيتا دي بيساوي 50% ب 50 ب 5000 في البيز كرنت اللي احنا طلعناه للترانزستور الاول اللي هو 3.16 من 100 مايكرو امبير. الكلام ده هيساوي كام؟ هيساوي 15.8 مللي امبير تقريبا. تمام. طيب الفي سي 1 قلنا ان الفي سي 1 بيساوي الفي سي 2 بيساوي مين؟ الفي سي سي. يبقى الكلام ده كله هيساوي كام؟ 18 فولت. طيب الفي اي 2 اللي هو ده، احنا قلنا الفي اي 2 بيساوي الاي اي 2 اللي هي بيساوي الاي سي 2، ما تنساش في الار اي. يبقى الاي اي 2 كان ب 15.8 في الار اي اللي هي 390، هيطلع ب 6.16 فولت. طبعا ما تنساش الوحدات، تحولها هنا بالكيلو وهنا بالامبير عشان تطلع ده بالفولت. تمام، 6.16 فولت. طيب الفي بي اي 1، ما احنا قلنا الفي بي اي، الفي بي 1 اللي هو الجهد اللي هنا، قلنا ان هو بيساوي كام؟ بيساوي الفي اي 2 اللي هو الجهد اللي هنا ده ناقص التو جانكشنز دول، يبقى هنا بيساوي الفي اي 2 اللي احنا جبناها من لحظات ب 6.16 فولت ناقص الجنكشن دي ناقص الجنكشن دي، يبقى ناقص قصدي زائد الجنكشن دي زائد الجنكشن دي، يبقى عندي 6.16 في 1 زائد 1.4 هيساوي تقريبا 4.56. الكلام ده انا جبته منين؟ ما تنساش ان القاعده الاساسيه بتاعتي ان الفي بي اي بيساوي، اكتب في ملاحظاتك كده على الورقه، في بي ناقص في اي. انا عايز اجيب الايه؟ الفي اي. يبقى الفي اي دي اللي هو الفي بي، يبقى الفي بي لو انا عايزه لوحده هودي الناقص في اي في الطرف الثاني هيبقى بالزائد، يبقى اذا الفي بي هيساوي الفي اي زائد الفي بي اي. تمام، يا ريت تكون بتكتب الملاحظات دي وراي. طب الفي بي اي دي عباره عن ايه؟ عباره عن الجنكشنز دي، التو جنكشن اللي قدامنا دي. يبقى اذا الفي بي 1 اللي هو البيز، الفي بي 1 الجهد اللي على النقطه دي هيساوي الفي اي 2 على اساس ان انا هتعامل مع ترانزستور ده على انه واحده واحده، في اي 2 اللي احنا جبناه ب 6.16 فولت اهو، زائد الجنكشن ده اللي هو ب 7.10 زائد الجنكشن دي اللي ب 7.10 اللي هي في بي اي 1 زائد الفي بي اي 2 اللي هي تطلع اجمالي بيساوي 4.56 فولت. طيب الفي اي 2 بقى بيساوي ايه؟ الفي سي اي 2، يبقى الفي سي ناقص الفي اي 2، يبقى هنا الفي سي اي 2 اللي هو الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي، يبقى بيساوي جهد النقطه دي اللي هي الفي سي سي ناقص جهد النقطه دي اللي هي الفي اي 2، يبقى 18 ناقص 4.56 ناقص الفي اي 2 اللي هي ب 6.16 فولت هتطلع ب 11.84 فولت. ديت اللي هي الاسلوب اللي احنا هنتعامل معاه في حاله الدي سي اناليسيس في حاله وجود دارلينجتون ترانزستور. طيب الاي سي اناليسيس له هتبقى شكلها ازاي؟ تعال نشوفها مع بعض في الشريحه اللي جاي. اما نيجي نبص مع بعض للاي سي اناليسيس في حاله الدارلينجتون،
configuration ما تنساش ان احنا هنستبدل البايزنج فولتج ب جراوند بوينت، وعندنا الكابلنج كاباستور هتبقى شورت، يبقى اذا الانبوت فولتج هتخش على البيز، الانبوت اي سي فولتج هتخش على البيز، والاوت بتاعي كان متاخد من على الاميتر عشان هو كان اميتر فولور كونفيجريشن. المطلوب ان نحسب الزد انبوت والزد اوتبوت والفولتج جين والكرنت جين. طيب لو بصينا للدايره بتاعتنا اللي قدامنا دي، انا عايز احسب الانبوت امبيدنس. الانبوت امبيدنس هتساوي الار بيز توازي مع الامبيدنس اللي هي بتاع المرحله دي كلها. الامبيدنس بتاع المرحله دي كلها هنسميها الامبيدنس 1 زد اي 1 اللي هي البرانش ده من البي 1 لنقطه الجراوند دي، هنسميها زد اي 1. طيب لو بصينا لزد اي 1 هيساوي كام؟ هيساوي الانترنال ريزيستنس اللي ما بين البيز 1 والاي 1 اللي هي الجنكشن بتاعنا اللي احنا كنا بنسميها الار اي 1، بس طبعا هتنضربها في بيتا 1، يبقى اذا هتساوي النقطه دي للنقطه دي هنسميها بيتا 1 ار اي 1. ده الامبيدنس من النقطه بي من نقطه البيز الى نقطه الاميتر اللي هي هتساوي بيتا 1 ار اي 1 زائد بيتا 2 في الامبيدنس بتاعتي اللي هي من اي 1 الى نقطه الجراوند دي اللي هنا هنسميها النقطة دي من هنا اللي هنا هنسميها زد اي 2. يبقى اذا زد اي 1 هيساوي بيتا 1 مضروبة في ار اي 1 زائد بيتا 2 مضروبة في زد اي زائد قصدي بيتا 1 مضروبة في زد اي 2 اللي هي النقطة من هنا لهنا. يبقى اذا هنا زد اي 2 بتساوي كام بقى؟ زد اي 2 هنساوي بيتا ار اي 2 اللي هي من هنا لهنا زائد الار اي كابيتال اللي هنا مضروبه في بيتا 2. يبقى اذا من تاني زد اي اي 1 بيساوي بيتا 1 ار اي 1 زائد بيتا 1 زد اي 1 زد اي 2. يبقى لو خدنا البيتا 1 مشترك هيبقى بيساوي ار اي 1 بلس زد اي 2. طيب زد اي 2 بيساوي كام؟ بيساوي بيتا 2 ار 2 زائد بيتا 2 في الار اي اللي هي دي. هشيل بقى زد اي 2 في المعادله الاولانيه واعوض عنها بقيمتها اللي هي بيتا 2 ار اي 2 زائد ار اي كابيتال، هيبقى عندي الفورمولا دي قدام. هنحاول نعملها شويه ريدكشن. طبعا واضح جدا ان الار اي بتبقى كبيره جدا على ار اي سمول، يعني دي ممكن تكون بواحد كيلو مثلا ودي بتساوي 6 اوم، فممكن نختصر دي ونقول ان تقريبا ار اي 2 بلس ار اي 1 تقريبا بتساوي ار اي كابيتال. كذا الحال اللي هي الاختصار الاول ده، كذا الحال بيتا 2 يعني ساعات بتبقى دي ب 100 في 1 كيلو تقريبا يعني ايه؟ يعني 100 كيلو. وار اي دي بتبقى بالاوم، واضح جدا ان بيتا 2 ار اي كابيتال هتبقى اكبر بكتير من الار اي 1. وعليه ممكن تبسيط الكلام ده هيساوي زد اي 1 بيساوي بيتا 1 بيتا 2 في الار اي. تمام؟ اللي هي ما تنساش ان بيتا 1 بيتا 2 اللي هي بيساوي بيتا دي بيتا دي ار اي. ساعتها يبقى اذا زد اي 1 هيساوي بيتا دي ار اي كابيتال توازي مع البيس ريزيستنس. يبقى اذا زد انبوت هيساوي الار بيز توازي مع زد اي اللي هي بيساوي بيتا دي ار اي، اللي هو بقى هنضرب حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. في حاله المثال اللي فات كانت دي القراءات اللي احنا استنتجناها في المثال الدي سي اناليسيس، كان الاي اي 2 كان بيساوي الكلام ده، الار بيز كان بيساوي الكلام ده، الار اي كابيتال كان بيساوي الكلام ده. يبقى اذا انا عايز احسب الانبوت امبيدنس يبقى يساوي البيز كرنت الريزيستنس قصدي البيز ريزيستنس اللي هي بتساوي في المثال بتاعي 3.3 ميجا اوم. البيتا دي كان البيتا دي كان ب 50 ب 5000 لانها 50% كان ب 5000 مضروبه في الار اي اللي هي كانت ب 390 اوم. لو ضربنا الاثنين دول في بعض وحولناهم بالميجا هيطلعوا بيساوي 1.95 ميجا اوم، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم هيطلع ب 1.38 ميجا اوم. تمام؟ تمام. ده بالنسبه للانبوت امبيدنس. طب بالنسبه للكرنت جين هيبقى بيساوي كام؟ الكرنت جين تعالى نرسم الاي سي اناليسيس بشكل ابسط شويه عشان نحسب منه الانبوت كرنت والاوتبوت كرنت اللي يمكن نجيب منه الكرنت جين بتاعنا. النقطة دي طبعا نقطة البيز الأولانية أهي،
وديت نقطة الاميتر الأولانية اهي. ما بين نقطة البيز ونقطة الاميتر في الانترنال ريزيستنس للجنكشن اللي هي البيز اميتر جنكشن، اللي هي هتساوي كام؟ بيتا 1 ار اي 1 اللي هي دي. طبعا التيار اللي هيمر فيها تيار البيز 1 اللي هو البيز اللي الترانزستور الاول اللي هو الاي بيز 1. ما بين البيز وما بين نقطة الجراوند في الار بي او البيز ريزيستنس ار بي اي اللي هي دي، تمام. طبعا هنا هيخش من هنا الانبوت كارنت بتاعي، تمام، اللي هو جاي لي من الاي سي سور، من الاي سي سورس انبوت سورس، تمام تمام طيب. ما بين هنا الاميتر، طبعا هنا كومون الاو الانبوت من على البيز والاوتبوت من على الاميتر، يبقى كومون بي كومون كولكتور، يبقى الكولكتور بتاعي يبقى جراوندد لان هنستبدل الدي سي بايزنج بنقطه الجراوند اهو، يبقى سي 1 والسي 2 جراوند اهو، سي 1 والسي 2 جراوند. وما بين السي 1 والسي 2 اللي هو الكرنت الكاركتر كرنت اللي هو بيساوي بيتا 1 اي بيز 1. الترانزستور الثاني ما بين البيز 2 والاميتر 2 في الانترنال جانكشنز، انترنال ريزيستنس جانكشن البيز اميتر جانكشن اللي هنا اللي هي بتبقى بيتا 2 ار اي 2، تمام تمام، مضروبه في تيار البيز 2، تمام. وما بين الاميتر 2 والكولكتور في الكولكتور كرنت بتاعي اللي هو بيتا 2 اي بيز 2، يبقى ده الترانزستور الاول الثاني وده الترانزستور الاول. هنا ما بين الاميتر والكولكتور في عندنا ما بين الاميتر والجراوند في الار اي كابيتال اللي قدامنا دي، تمام، اللي بيخرج منها الاوتبوت كرنت بتاعي اللي هو الاي اوت، تمام. هنا بقى لو انا عايز اجيب الكرنت جين، الكرنت جين معروف اللي هو الاوتبوت كرنت على الانبوت كرنت. طب الاوتبوت كرنت هنا لو بصينا هنا قانون كيرشوف للتيارات، مجموع التيارات اللي داخل النقطه اللي هم التيار ده والتيار ده يساوي مجموع التيارات اللي خارجه منه، يبقى اقدر اقول ان الاي اوت هيساوي الاي بيز 2 زائد البيتا 2 اي بيز 2 اللي هم مجموع التيارات اللي داخله على النود دي يساوي مجموع التيارات اللي خارجه منه. يبقى الاي اوت الاوتبوت كرنت بيساوي الاي بيز 2 زائد البيتا 2 اي بيز 2، لو خدنا البيز كرنت للترانزستور الثاني مشترك هيبقى يساوي بيتا 2 زائد 1. انا مش هعمل ابروكسيميشن دلوقتي، انا بس هحط المعادله في الصوره النهائيه بتاعتها ابدا اعمل الابروكسيميشن. طيب الاي بيز 2 بيساوي كام؟ بنفس الدلاله بس المره دي النود كرنت بتاعتي هتبقى الاي 1 بيساوي مجموع التيارات اللي داخله النقطه اللي هي هيبقى بي تيار البيز الاول في بيتا 1 اهو زائد تيار البيز الاول اهو. لو خدنا برضو بالمثل اي بيز 1 مشترك هيبقى دي بتساوي بيتا 1 بلس 1 مضروبه في الاي بيز 1، تمام. طيب هعوض هنا من المعادله بتاعتي دي عن قيمه الاي بيز 2 بدلاله بيتا 1 زائد 1 في الاي بيز 1 اهو، يبقى هيبقى بيساوي بيتا 2 زائد 1، وعوض عن الاي بيز 2 بدلاله الاي بيز 1 يبقى اضربها في بيتا 1 زائد 1 في الاي بيز 1، تمام. ده الاي اوت. يبقى لو انا عايز اجيب البيز كرنت بتاعتي بدلاله الاي اوت يبقى الاي بيز 1 هيساوي، طبعا تعالى نبص بقى هنا الاي 1 هيساوي ايه بقى؟ هيساوي هنا الار بيز، هنا لو عايزين نجيب تيار البيز كرنت بدلاله الانبوت كرنت، طبعا الانبوت كرنت جاي من هنا. طبعا ما تنساش ان البرانش ده كله سميناه بزد اي 1، طبعا واضح جدا ان الانبوت كرنت هيتجزأ على تيار البيز وتيار اللي هيمر في البيز ريزيستنس اللي قدامنا دي، تمام، اللي هو في القصد في الامبيدنس دي. يبقى هنا هيساوي تيار البيز اللي هنا هيبقى بيساوي الار بيز على الار بيز زائد الزد اي 1 مضروبه في الانبوت كرنت بتاعنا اللي هو الاي اي، تمام تمام. يبقى هنا البيس كرنت بتاعنا نتيجة ما نطبق الكرنت ديفايدر هيساوي البيز ريزيستنس ار بي على البيز ريزيستنس زائد البرانش امبيدنس ده اللي هو سميناه زد اي 1 اللي كان بيساوي بيتا دي ار اي، يبقى يساوي الار بي على الار بي زائد البيتا دي ار اي مضروبة في الاي انبوت، تمام تمام. طيب هنا بقى الاي اوت، اما نعوض بقى الكلام ده كله هنعوض هنا في الاي اوت، يبقى الاي اوت هيساوي قلنا ان الاي اوت بيساوي بيتا 2 زائد 1 ادي بيتا 2 زائد 1 مضروبه في بيتا 1 زائد 1 ادي بيتا 1 زائد 1
مضروبه في مين؟ في تيار الاي بيز 1 اللي انا جبته بدلاله مين؟ الانبوت كارنت. يبقى مضروبه في ار بيز على الار بيز زائد بيتا دي، مضروبه في الار اي في الاي انبوت. طبعا انا بقول بيتا دي ليه؟ لان انا عارف ان بيتا 1 في بيتا 2 بيساوي بيتا دي. تمام؟ تمام. يبقى الاي اي بيساوي كام؟ الاوتبوت كارنت على الانبوت كارنت. يبقى لو انا قسمت الكلام ده على الاي انبوت في الطرفين هيجيب مني الاي اي. يبقى الاي اوت على الاي انبوت هيساوي الكرنت جين بيساوي بيتا 1 بيتا بلس 1 مضروبه بيتا 2 بلس 1 مضروبه في الار بيز اهو على الار بيز زائد بيتا دي في الار اي. احنا عندنا البيتا 1 والبيتا 2 اكبر بكتير من كام؟ من 1. يبقى ممكن اقول ان هي بيساوي بيتا 1 في بيتا 2 في الار بيز على الار بيز زائد البيتا 1 في البيتا 2 في الار اي، اللي هو هنشيل كل بقى بيتا 1 وبيتا 2 هحط مكانها الار بيتا دي. يبقى بيتا دي ار بيز على ار بيز زائد بيتا دي في الار اي. تمام. نرجع تاني للارقام التعويضيه اللي عندنا اللي اتنت من المساله اللي فاتت. عندنا البيتا دي كان ب 5000، البيز كارنت كان ب 3.3 ميجا اوم، على الار بيز كان ب 3.3 ميجا اوم، في البيتا دي اللي هي 5000 في الار اي اللي هي كان ب 390 اوم، اللي هي كانت تحولناها للميجا ب 1.95 ميجا اوم. المعادله دي بعد ما اختزلها رياضيا هتساوي 3.14 في 10 اس 3، يعني تقريبا حوالي 3140. طبعا الكرنت جين عالي جدا جدا. تمام كده، يبقى انا حسبت الكرنت جين. طيب الاي سي فولتج جين بيساوي كام؟ طبعا احنا برضو عارفين الفولتج جين بيساوي الفي اوت على الفي انبوت. يبقى انا عايز اجيب الفي اوت بدلاله الفي انبوت زي ما انا عملت كده في الكرنت جين، جبت الاي اوت بدلاله الاي انبوت. طيب الفي اوت بيساوي كام؟ الفي اوت اللي هو الاي اوت في الار اي اللي هو الجهد الجهد اللي على طرف الاميتر، لان احنا اميتر فولور، يبقى الاوت بتاعي يطلع من هنا. يبقى اذا الجهد بتاع الفي اي اللي هو بيساوي الاي اوت في الار اي. انا الاي اوت انا جبته بدلاله الانبوت كارنت قبل كده لو تفتكر. يبقى هنا الفي انبوت بعد ما نعوض عن الاي اوت دلوقتي اللي احنا كنا جبناه من هنا، لكن هنجيب الفي انبوت. طب الفي انبوت بيساوي كام؟ الفي انبوت بيساوي الاي انبوت في القيمه المكافئه للانبوت امبيدنس. تمام تمام. يبقى الفي انبوت بيساوي الانبوت فول الانبوت كارنت في المعوقه المكافئه. المعوقه المكافئه كان بيساوي الار بيز في الزد انبوت. تمام، اللي هي كان بيساوي البيتا دي في الار بيز في الار اي على الار بيز زائد البيتا دي في الار اي، اللي هي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، اللي هي بيتا دي في الار اي في الار بيز، ده حاصل ضربهم على حاصل جمعهم اللي هي الار بيز زائد البيتا دي في الار اي، اللي هو ده الزد انبوت. تمام، الكلام ده هينضرب في مين؟ في الاي انبوت. يديني مين؟ يديني الفي انبوت. تمام، هذا الفي انبوت بيساوي القيمه دي مضروبه في الاي انبوت. طيب الفي اوت بقى هعوض عن الاي اوت بدلالتها. الاي اوت هنا ما تنساش اهو، الاي اوت اهو كان بيساوي كام؟ بيساوي البيتا دي ار بيز في الار بيز زائد البيتا دي ار اي مضروبه في الاي انبوت. تمام، اهو الاي اوت جبتها من المعادله اللي احنا جبناها فوق اهي، المعادله اضربها في كام؟ في ار اي هيديني الفي اوت. اما اقسم الاثنين دمت على بعض اهو، هذا الطرف الاولاني البيتا دي في الار بيز في الار اي في الاي انبوت على الار بيز زائد البيتا دي في الار اي اهو، وهجيب مقلوب ده واحول عمليه القسم الى عمليه ضرب. ادي المقلوب اهو، طبعا واضح جدا ان دي هتروح مع دي، المقام هيروح مع البسط ده، والبسط ده هيروح مع البسط ده، والاي انبوت اللي هنا هيروح مع يعني الاي في كارنت بتاعتي هيساوي كام؟ هيساوي 1. يبقى اذا هنا واضح جدا ان في الدارلينجتون كونفيجريشن عندي الكرنت جين عالي جدا، وعندي الفولتج جين بيساوي تقريبا هو المفروض يكون اقل من 1، لكن بالاناليسيس بتاعتنا طلعناها بتساوي كام؟ بتساوي 1. طيب الاوتبوت امبيدنس بقى اللي هي الزد اوت، وطبعا جبنا الزد انبوت، الزد انبوت طلعت بالار بيز توازي مع الزد اي 1 اللي احنا طلعناها ببيتا دي ار اي. تمام تمام. فاضل لنا ان احنا احسب، يبقى انا حسبت الانبوت امبيدنس وحسبت الكرنت جين وحسبت الفولتج جين، فاضل لي احسب الايه؟ الاوتبوت امبيدنس. الاوتبوت امبيدنس يعني هي الاناليسيس فيها كثيره ومتعدده ومتشعبه، فانا بس هشرح لك هي جت ازاي من الفيجرز بتاعي، وانت عليك لو انت عايز مزيد من المعلومات واستزاده
من هذه المعلومات ترجع للريفرنس بتاعنا اللي احنا شغالين منه اللي هو الخاص بكتاب بولستيد للالكترونات. بنقول الاوت امبيدنس هي ان الانبوت امبيدنس بيساوي زيرو، يعني هنا الانبوت كارنت قصدي بيساوي زيرو، الانبوت فولتج بيساوي زيرو، يبقى معناها ان الار بيز هيبقى شورتد. الار بيز لان هنا الانبوت سورس بتاعي هيبقى زيرو، معناها الار بيز هيبقى شورتد، يبقى احنا كده هنلغي النقطه دي خالص. يبقى اذا البيتا ار اي هتبقى متصله بالجراوند مباشره، اهي البيتا 1 ار اي متصله بالجراوند، وهتبقى الدايره بتاعتي من غير البيز ريزيستنس. طبعا هنا التحليل الرياضي اللي موجود قال في نهايه المطاف ان الزد اوتبوت هيساوي الار اي 1 على البيتا 2 زائد الار تي 2. اما نيجي نعوض رياضيا بالمعلومات اللي احنا وصلنا لها هنا، الار اي 2 كان بيساوي 26 ملي فولت على الاي 2، اي 2 اللي هي كان ب 15.8 ملي امبير، هتطلع ب 1.65 اوم. طبعا ما تنساش هنا ان الاي اي 1 بيساوي الاي بيز 2 اللي احنا كنا جبناها اللي هي بيساوي الاي 2 على بيتا 2. اي اي 2 كان ب 15.8 ملي امبير، على البيز 2 كان ب 100، طلع بالرقم ده في الاي اي 1، هجيب منه الار اي 1. تمام، هعوض بقى في المعادله بتاعتي بتاع الاوتبوت امبيدنس، هيبقى عندي الار اي 1 على بيتا 2 زائد الار اي 2، هنجيب منها المعوقه النهائيه اللي هي الاوتبوت امبيدنس ب 3.1 او 3.3 اوم تقريبا. تمام تمام، اعيدها لك تاني. طيب في الاعاده افاده، عندي الاوتبوت امبيدنس بيساوي، قلنا انا مش هاخد في التحليل الرياضي لها لان المرجع مستفيد فيها استفاضه كبيره جدا، ممكن ترجع لها ان شئت. بقول ان الاوتبوت امبيدنس بيساوي الار اي 1 اللي هو الانترنال ريزيستنس للجنكشن للترانزستور الاولاني على البيتا 2 زائد الار اي 2 الانترنال ريزيستنس للجنكشن بتاع البيز اميتر جنكشن للترانزستور الثاني. احنا جبنا المعادلات دي، جبنا منها الاي اي 2 من الدي سي اناليسيز اللي هي كانت في الشرح اللي قبل كده، كان بيساوي 15، يبقى 26 ملي فولت، 26 ملي فولت على الاي اي 2 اللي هو ب 15.8 هيطلع ب 1.65 اوم، دي مباشره مباشره. هنا بس بذكرك ان هنا ان الاميتر كارنت الاولاني للترانزستور الاولاني هو البيس كارنت للترانزستور الثاني اهو، ده اللي انا بقوله. طيب الترانزستور الثاني البيس كارنت بيساوي كام؟ بيساوي الاميتر كارنت للترانزستور الثاني على البيس كارنت للترانزستور الثاني. طيب لو انا عايز اجيب الاي بيز 2 اللي هو في نفس الوقت اي اي 1، يبقى اذا الاميتر الثاني الاميتر كارنت اللي هو احنا لسه مطلعينه في المساله اللي فات في الاناليسيز اللي فاتت ب 15.8 على البيس كارنت اللي هو كان ب 50 ب 100 قصدي، هيطلع بالرقم ده، هقسمه 26 على الرقم ده هيديني الار اي 2، هعوض في المعادله بتاعتي هجيب الايه الزد اوتبوت بتاعي. يبقى لاحظت هنا ايه؟ الانبوت امبيدنس فيري هاي 1.38 ميجا اوم، فيري هاي. الكرنت جين فيري هاي 3140 مره. طيب الاي في هو كان فيري لو، والاوتبوت امبيدنس فيري سمول، وده طبعا بيحقق لي اكسلنت اي سي ريسبونس، اللي عندي المعوقه الداخليه كبيره جدا والمعارجة الخارجية صغيرة جدا مع كورنت جين عالي جدا، ده يديني اكسلنت اي سي ريسبونس. طبعا الحاجة الوحيدة بس المحزنة في الامر ان الاي في بيساوي واحد، طبعا لانه ايه؟ لانه ميتر فورور، واحنا عارفين الميتر فورور الفولتج جين بتاعه بيساوي دوما واحد. تعال نشوف نفس المسألة دي في حالة الدارلينج كونفجريشن لكن مع الفولتج. تعالى نعمل تحليل تاني لدارلينج كونفجريشن بس المرة دي فولتج ديفايدر، وخد بالك المرة اللي فاتت كانت اميتر فولور، المرة دي مختلف. الانبوت المرة دي الانبوت المرة دي من على الايه؟ من على البيز. الاوت منين؟ من الكوليكتور. يبقى كومون اميتر كونفجريشن مش زي المسألة اللي فاتت، شكلها زيها لكن الكونفجريشن مختلف. يبقى لازم تركز جدا جدا في تحديد الكونفيجريشن بتاعتك، لان الاي سي اناليسيز اللي انا عملتها في المساله اللي فاتت لا تنطبق على المسألة ده، لان المساله اللي فاتت كان الاي سي اناليسيز الاميتر فولور كونفيجريشن، هنا اميتر هنا بقى يعني اللي هو اميتر فولور كونفيجريشن معناها كومن كوليكتور كونفيجريشن، هنا الامر مختلف، الانبوت على البيز الاوتبوت على الكوليكتور، يبقى ده كومن اميتر كونفيجريشن. تمام، تعالى نعمل دي سي اناليسيز الاول وبعد كده نعمل الاي سي اناليسيز في حاله
الكومن اميتر كونفيجريشن. طبعا هنا كالعاده ده فولتج ديفايدر، تعال نشوف مع بعض هنعمل ايه. ده فولتج ديفايدر كالعاده، يبقى اذا الفي بيز والفي بيز 1 طبعا اللي هو الفي بيز على اساس ان ده ترانزستور واحد، الفي بيز بيساوي 220 كيلو اوم على 220 كيلو اوم زائد 470 كيلو اوم مضروبه في الفي سي سي اللي هو 27 فولت، هيطلع بيساوي 8.61 فولت. تمام. طيب الفي اي اللي هنا بيساوي كام؟ بيساوي الفي بيز ناقص الفي بي اي، الفي بيز اللي هنا ناقص الفي بي اي للمرحلتين اللي هما بيساوي 1.4 اللي هو الفي بي اي 1 زائد الفي بي اي 2 اللي هو مجموعهم على بعض 7.10 7.10 و1.4. يبقى الفي اي بيساوي الفي بيز ناقص 1.4، الفي بي بيساوي اللي هو الفي بيز اللي هو 8.61 ناقص 1.4 فولت اللي هو بيساوي 7.21 فولت. وعليه اقدر اقول ان الاي اي بيساوي الفي اي على الار اي، الاي اي بيساوي الفي اي على الار اي. كلام مظبوط وسلس خالص اهو، زي اكننا بنحل مسائل عاديه خالص من المسائل اللي فاتت، هتطلع ب 10.6 ملي امبير. طيب البيس كارنت بيساوي كام؟ البيس كارنت اللي هو هنا هيساوي الاميتر كارنت على البيتا دي، على اساس ان ده ترانزستور واحد السوبر بيتا بتاعته بيساوي بيتا واحد في بيتا اتنين، يبقى 110 في 110 ب 12100، 110 للبيز 1 في 110 للبيز 2 بيساوي 12100. يبقى الاي اي على 12100 يطلع ب 8.1 تقريبا مايكرو امبير، او تحديدا 876 من 1000 مايكرو امبير. جبتها كده، جبت الاول كارنت وجبنا النوت فولتج. تمام الار اي 2 بقى بيساوي كام؟ الار اي 2 بيساوي الاي اي 2 اللي احنا لسه جايبينه، الاي اي ب 10.6 على 26 على 10.6 تطلع ب 12 ب 2.45. طيب هنا الار اي 1 بكام؟ الار اي 1 بيساوي الاي اي 1 اللي هو بيساوي كام؟ الاي بيز في بيتا دي، واخد بالك؟ الاي اي 1 اللي هو ده بيساوي الاي بيز اي 2 اللي هو ده اللي هو كان احنا جايبينه بكام؟ بالاي اي على البيتا دي. تمام يبقى اذا الاي اي 1 اللي هو الاميتر كارنت للترانزستور الاول بيساوي البيس كارنت للترانزستور الثاني بيساوي الاميتر كارنت على البيتا دي اللي هو بيساوي 94 من 1000 ملي امبير. يبقى 26 من 100 ملي، 26 ملي فولت على 94 من 1000 ملي امبير هيساوي 276.6 اوم. تمام كده انا جبت الار اي 1 والار اي 2 اللازمه للاي سي انالس. تعال بقى نحول الدايره دي للاي سي ايكوفالنت سيركت. الار 1 طبعا النود فولتج دي هتبقى ايه؟ جراوند. الفي سي سي هتبقى جراوند، يبقى عندنا الار 1 والار 2 توازي مع بعض مع احد اطرافه متصله بالبيز 1 اللي هو البيز للترانزستور الاولاني اهو، البيز 1 توازي مع احد اطرافه متصل بالار 1 واحد اطرافه الثاني متصله بالار 2 والطرفين للار 1 والار 2 متصلين بالجراوند. طيب ما بين البيز 1 والاميتر 1 في عندنا جنكشن اللي هي بيتا 1 ار اي 1 اللي هي دي، ما بين البيز 1 والاي 1. تمام طب الاي 1 ما هي نفسها مين؟ البيز 2 اهو، الاي 1 هي نفسها نقطة البيز 2 اهو، نقطة مشتركة اهو اي 1 بيز 2. وما بين البيز 2 والار اي 2 والاي 2 في عندنا بيتا 2 ار اي 2 اللي هو ما بين البيز 1 بيز 2 اللي هي نفسها نقطة الاي 1 والاي 2، في عندنا جنكشن البيتا 2 ار اي 2 والتيار اللي ماشي فيها اللي هو الاي بيز 2 وهنا الاي بيز 1 اهو. ما بين الكولكتور والبيز في عندنا الكولكتور كرنت بتاعنا اللي هو بيتا 1 اي بيز 1، وهنا ما بين الكولكتور والاميتر الثاني اهو الكولكتور الاولاني والاميتر الاولاني والكولكتور الثاني والاميتر الثاني في البيز بيتا 2 اي بيز 2. يبقى الكولكتور الاولاني والاميتر الاولاني في تيار قدره بيتا 1 اي بيز 1 ده للترانزستور الاول، وما بين الكولكتور الثاني والاميتر الثاني في تيار ثاني بيتا 2 اي بيز 2 اللي هو قدامنا ده. وهنا عندنا المقاومه ار سي هتتصل بنقطه الجراوند والطرف الاولاني الثاني بالكولكتور اهو، الطرف الاولاني بالكولكتور والطرف الثاني بالجراوند اللي هي الار سي اللي هو بيمر فيها تيار الانبوت كارنت بتاعنا. دي الاي سي ايكوفالنت سيركت للجنكشن اللي قدامنا ده. تمام طيب بحسب منها بقى ايه؟ بحسب منها الاي سي كارنت
وبحسب منها الاوتبوت ريزيستنس وبحسب منها الفولتج كارنت. تمام. طيب تعالى بقى نشوف ازاي نحسب الانبوت ريزيستنس. هذا الترانزستور بتاعي قدامنا هنا، ما تنساش ان هنا المكثف ده اما يبقى شورت في الاي سي انالس بنلغي الريزيستنس، يبقى اذا الكيو 2 هيتصل مباشره بالجراوند ده. تمام تمام. والفي سي سي هتبقى نقطه جراوند، يبقى ده الار سي. تعال نشوف بقى الزد انبوت. الزد انبوت هتبقى عندنا الار 1 والار 2 توازي، خلاص اللي احنا هنسميها ار داش مثلا. لكن المعوق توازي مع مين؟ مع المعوق اللي هنا. طب المعوق اللي هنا بيساوي كام؟ المعوق اللي هنا اللي احنا هنسميها زد انبوت داش دي هتساوي بيتا 1 ار اي 1 اللي هي المعوق اللي بتاعه الطرف من هنا لهنا، زائد بيتا 1 مضروبه في المعوق اللي من هنا لهنا. المعوق اللي من هنا لهنا بقى المره دي عشان المكثف اللي هنا لغى الار اي، يبقى بيساوي بيتا 2 ار اي 2. يبقى اذا الزد انبوت داش هيساوي بيتا 1 ار اي 1 اللي هي من هنا لهنا في بيتا 1 بيتا 2 ار اي 2 اللي هي المعوق من هنا لهنا اللي هي قدامنا دي. هنعوض بالارقام بتاعتنا المعطاه في المثال بتاعنا، هتطلع ب 66 و24 من 100 كيلو اوم. تمام. طيب الزد انبوت بقى بيساوي كام؟ بيساوي ار 1 وار 2 توازي مع الزد انبوت داش اللي هي 470 كيلو و220 كيلو. الاثنين دول لما اخلصهم مع بعض حصل ضربهم على حصل جمعهم هيطلع ب 149 و86 من 100 كيلو، والزد انبوت داش كانت ب 60 و4 و24 من 100، هيطلع القيمه الاجماليه للانبوت امبيدنس 42 و97 من 100 كيلو اوم. تمام تمام. طيب يبقى احنا كده جبنا المعوقة من الدائره من الايكوفالنت سيركت اللي قدامنا دي. طيب تعال نجيب الاي اوت. الاي اوت مجموع التيارات اللي داخله النقطه يساوي مجموع التيارات اللي خارجه منها. يبقى الاي اوت هيساوي كام؟ الاي اوت هيساوي بيتا 1 اي بيز 1 ده اللي هو خارج منها، زائد بيتا 2 اي بيز 2 بيساوي التيار اللي داخل اللي هو الاي اوت. يبقى الاي اوت بيساوي بيتا 1 اي بيز 1 زائد بيتا 2 اي بيز 2. طيب الاي بيز 2 بيساوي كام؟ الاي بيز 2 اللي هي خارجه من هنا يساوي مجموع التيارات اللي داخله فيه، يبقى بيتا 1 اي بيز 1 زائد اي بيز 1. لو خدنا الاي بيز 1 مشترك هيساوي بيتا 1 زائد الايه؟ زائد 1 في الاي بيز 1. عوض عن الاي بيز 2 بدلاله الاي بيز 1 هنا في المعادله هيديني اللي هو البيتا 1 اي بيز 1 زائد بيتا 2 في بيتا 1 زائد 1 في اي بيز 1. تمام تمام. طيب الاي بيز 1 بيساوي كام؟ الاي بيز 1 هنفترض ان احنا لسه ما عرفناش الاي انبوت، هنجيبها بدلاله حاجه اسمها الاي انبوت داش اللي هو المفروض هيبقى بيساوي الاثنين التكافؤ دوما على مجموع الاثنين التكافؤ دوما مع الزد مع الزد انبوت داش في قيمه الاي انبوت. لقيت اما نبقى نجيبها نعتبر ان الاي بيز 1 بيساوي الاي انبوت داش. اهو اي بيز 1 بيساوي الاي انبوت داش، خلاص. لقيت اما نربط الاي انبوت داش بالاي انبوت، خلاص تمام. يبقى اي بيز 1 بيساوي انبوت داش. هنعوض عن الكلام ده في معادله الاوتبوت. هنا كنا بنقول انه بيساوي بيتا 1 زائد اي بيز 1، هناخد الاي بيز مشترك ونعوض عنه بدلاله الاي انبوت داش، يبقى يساوي بيتا 1 في الاي انبوت داش زائد بيتا 2 بيتا 1 زائد 1 اي انبوت داش. لو احنا خدنا الاي انبوت داش مشترك هيبقى بيتا 1 زائد بيتا 2 في بيتا 1 زائد 1. تمام تمام. اللي هي ممكن اعتبرها ان بيتا 1 بيتا 1 بيتا 2 اكبر بكتير من 1، يبقى بيتا 1 في بيتا 2 زائد بيتا 1. تمام. طبعا عندنا هنا ممكن اعوضها هنا في الكلام ده، لكن هننتظر لغايه اما تبقى عندنا الصوره النهائيه. طيب يبقى عندي الاوتبوت الاي اوتبوت بيساوي بيتا 1 اي انبوت داش زائد بيتا 2 بيتا 1 زائد 1 اي انبوت داش. تمام تمام. لو خدنا الاي انبوت داش وقسمناها على الاي اوتبوت هيدينا حاجه اسمها الاي اي داش. اي اي داش ليه؟ لان انا المفروض اقول اي 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 اللي هو الكاركتر اللي هو الكرنت جين، لكن هنا عشان انا ما جبتهاش بدلاله الانبوت كرنت انا جايبها بدلاله الاي انبوت داش فهسميها اي اي داش بيساوي الاي اوتبوت داش على الاي انبوت داش. يبقى لو قسمت الطرفين دول على اي اي على اي داش اللي هتساوي بيتا 1 زائد بيتا 2 في بيتا 1 زائد 1. طبعا الكلام ده هيساوي تقريبا بيتا 2 في بيتا 1 لان الايه بيتا اكبر بكتير من ايه من الواحد. الكلام ده هيساوي بيتا 1 بيتا 2 تقريبا. تمام. على اساس لو احنا خدنا البيتا 1 مشترك هيبقى يساوي بيتا 2 زائد 1، بيتا 2 زائد 1 ببيتا 2 يبقى يساوي الكلام ده بيتا 1 زائد بيتا 2. تمام. يبقى الاي اي اي الاي اي داش بيساوي بيتا دي اللي هي بيتا 1 في بيتا دي، خلاص. طيب بس انا عايز اجيبها بدلاله الاي انبوت، يبقى هنسمي الاي داش ده عباره عن كام؟ الاي داش ده عباره عن الار 1 والار 2 توازي مع بعض مضروبين في الاي انبوت
على المعوقة بتاعة البرانش ده كله اللي احنا كنا جايبينها قبل كده لو تفتكرها من هنا، اللي هي بتساوي زد اي داش. تمام؟ يبقى اذا الاي داش بدلالة الاي انبوت هيساوي المعوقتين اللي على التوازي دومن على مجموع المعوقتين على التوازي دومت مع زد اي بت داش اللي احنا جبناها من المسألة اللي قدامنا دي. تمام؟ اللي هي كانت بتساوي، يبقى الاي انبوت داش على الاي انبوت، لو قسمنا الكلام ده على بعض يبقى الاي انبوت داش على الاي انبوت بيساوي المعوقتين دومت على التوازي على مجموع المعوقتين دومن اللي على التوازي زائد الزد انبوت داش. صح؟ تمام. هنا بقى يبقى الاي اوت بيساوي الاي اوت على الاي انبوت، اللي هو بيساوي الاي اوت على الاي انبوت داش اللي هي قدامنا دي، في الاي انبوت داش على الاي انبوت اللي قدامنا دي. الاي انبوت داش هيروح مع الاي انبوت داش، يبقى اي اوت على الاي انبوت، يبقى هضرب العلاقه دي اهي اللي هي بيتا 1 بيتا 2 اهي في العلاقه دي اللي هي بالشكل ده، هعوض عليها بالارقام الموجوده عندي في المساله بتاعتي اللي هي من الارقام الموضحه في المساله بتاعتي، هيطلع عندي الاي اي بيساوي 8630 و7 من عشره تقريبا. تمام. طب احنا عارفين هنا الاي في بيساوي الفي اوتبوت على الفي انبوت، الفي اوتبوت بيساوي كام؟ اي اوتبوت في الار سي، لا اي اوتبوت في الار سي، الاي اوتبوت احنا جايبينه قبل كده بدلاله البيس كارد. تمام. الاي اوتبوت في الار سي على الايه؟ على الانبوت فولتج. الانبوت فولتج بيساوي الايه؟ الانبوت داش في الزد انبوت داش. الانبوت داش انا مطلعه قبل كده بدلاله المعوقات اللي قدامنا دي. تمام. اهي الاي انبوت داش اهو. تمام. وعندي الزد انبوت داش انا جايبها قبل كده، هعوض عن الكلام ده في المعادلات بتاعتي، هيطلع عندي ان الاي في بيساوي ناقص بيتا دي ار سي على زد انبوت داش اللي هيطلع تقريبا بناقص 241 مره. يبقى اذا وصيتي لك هنا اما تيجي تحل المسائل من دي، قبل لما تختار القوانين تعرف الكونفجريشن بتاعتك نوعها ايه، وتبدا تستنتج الاي سي اناليسيس لها في كلتا الحالات. اتمنى نكون خلصنا الاي سي اناليسيس للبي جي تي. اتمنى يكون المحاضرات دي ذللت لك بعض من الصعوبات اللي واجهتك في دراستك لمجال الالكترونات. اجدد مره تانية تهنئتي لكم ولكل الامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان المبارك. أعاد الله على الأمة بالخير واليمن والبركات. كان معكم دكتور حمدي كمان المنير، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة قفرش.